بلجنة تحكيم مذيع العرب ليلى علوي، طوني خليفة، منى أبو حمزة، والإعلامي المصري القدير مفيد فوزي. مساء الخير للجميع، مشاهدين وحضور ولجنة التحكيم. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة ومباشرة من برنامج مذيع العرب. مشتركين اثنين من الإدعش اللي قدروا وصلوا لهالمرحلة رح يغادرونا الليلة. أول مشترك رح يغادرنا بمرحلة الفيديو، والثاني من ودعه بمرحلة الزابي. وصول المشتركين الإدعش لهالمرحلة دليل على موهبتهم وتميزهم، وأكيد بهالمرحلة ما حدا منهم حابب يطلع أو يتعرض للخطر. مساء الخير سالي. مساء الخير يا قايز، ومساء الخير الأحلى وأجدع لجنة التحكيم دايما معانا، وترحيب خاص جدا بالإعلامي المصري القدير مفيد فوزي. احنا سعداء بوجودك جدا جدا جدا، وأكيد مساء الخير لكل مشاهدينا في كل الوطن العربي. وتكميلا لكلام قيس، أكيد المشتركين اللي معانا النهارده علشان يقدروا يوصلوا لقب مذيع العرب لازم يعدوا بامتحانات كتير جدا وتحديات مختلفة جدا جدا جدا. وبفكر كل مشاهدينا إن المشترك اللي هيقدر يوصل للقب مذيع العرب هيكون قدامكم، هتشوفوه على شاشتكم لمدة 5 سنين، فلازم تصوتوا للمشترك اللي فعلا حاسينه لازم ياخد اللقب وهتقدر تستحملوه لمدة 5 سنين. أكيد دي حاجة مش سهلة طبعا، أكيد مش سهلة، بس اللي هياخد اللقب لازم يكون بيستحق هاي الفرصة أكيد. وطبعا برحب بالإعلاميين والصحفيين اللي منورنا من كل أنحاء الوطن العربي وخصوصا من شبه الجزيرة العربية. أهلا بيكم، منورنا ومشرفين برنامج مذيع العرب. أهلا وسهلا فيكم، منرحب فيكم ببرنامج مذيع العرب. أستاذ مفيد تفضل. أرفع صباعي. ده برنامج دمه خفيف ولا مستقبل؟ ده برنامج مستقبل. 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 يعني الشباب، يعني الشباب أمام لحظة مستقبلية. صح. ده حقيقي. مش مجرد خف الدم. لا. شكرا. شكرا أستاذ مفيد فوزي. الأستاذ مفيد فوزي بنقول لك مساء الخير ومنرحب فيك للمرة الثانية ببرنامج. برأيك قديش في مساحة للجيل الجديد بالقنوات اللي عم نشوفها الفضائية الموجودة معنا بكثرة هلا بعالمنا العربي، بوجود عمالقة وأساتذة مثل حضرتك؟ ببساطة شديدة وبشكل محدد، نمرة واحد موهبة، ودي يصنعها الله. نمرة اثنين أن يكون قارئاً، وأنا تعلمت أن القارئ لا يهزم. ثلاثة أنه يبقى في رعاية. هذا البرنامج في تقديري أنا الشخصي هو عبارة عن كشاف بيشاور على مواهب. نمرة أربعة الرعاية والعناية، لأنه أنا مثلا طويل تاريخي ده في رحم المعاناة تربيت، ومن عناء التجربة تعلمت. شكرا أستاذ مفيد. وسؤالي لليلى، بشكر حضرتك. ليلى، من غير أسامي، تتوقعي مين من المشتركين أو أي جنس من المشتركين، ولد ولا بنت، اللي هياخد لقب مذيع العرب؟ لا، أي جنس مش متوقع. أي جنس أو مين الشخص نفسه؟ من الحقيقة من أول ما ابتدينا في ناس إحنا كنا متفائلين بيها، بيحصل حاجات غير متوقعة لحظة التجربة نفسها أو لحظة الهوى نفسه.
انا اللي يهمني واللي انا واثقه منه باسمي وباسم لجنه التحكيم ان احنا حريصين جدا ان احنا نكون بننقي افضل حد بيمر بكل اللي احنا بنواجهه بيه، علشان ده هيبقى مذيع العرب لمده 5 سنين، فالناس يا اما هتقعد تشكرنا وتشهد بينا يا اما الناس هيحصل العكس، واكيد احنا مش عايزين كده ابدا. اسمحيلي يا ليلى، عايزه اقول لك سلامتك، وعايزه اقول للناس والمشاهدين والجمهور ان ليلى رقبتها تعبانه جدا وعندها ديسك في الفقره 7 و8، وفوق كل ده هم السته والسبعه. السته والسبعه. الف سلامه عليكي. الف سلامه عليكي، وفوق كل ده انت بتيجي ومواظبه ان انت تكوني معانا علشان تقدري تختاري مذيع العرب، ودي حاجه كبيره جدا. شكرا. الف سلامه عليكي. طبعا دي مسؤوليه والتزام وحبي للجمهور وحبي لهذا العمل ولكل المتسابقين، لازم ابقى موجوده مهما كنت. ثانك يو. طوني خليفه، مساء الخير. مساء النور. كيف صحتك اليوم؟ الحمد لله، واليوم احسن بكثير بوجود استاذنا الكبير استاذ مفيد فوزي، اللي هو استاذنا، هو تاريخ، وانا برحب فيه ببلده الثاني لبنان اللي بنشيله فيه فقروسنا كلنا. شكرا. اهلا وسهلا فيك استاذ مفيد، وبدي اقول الليله بملاحظات والنقد اللي راح يوجهه استاذ مفيد للمشتركين راح يترحموا علي اكيد. وبدي وجه تحية كبيرة للزملاء الكرام من الجسم الإعلامي اللي شرفونا الليلة بمذيع العرب وزقفة كبيرة. شكرا لكم وشكرا لاهتمامكم. شو السؤال؟ السؤال يا عادة المشتركين يا قيس، خد بالك ان توني جرى بيني وبينه حوارات وله أسئلة ثقيلة. سئيلة بالمعنى الإيجابي ولا بالمعنى السلبي؟ سئيلة، سئيلة بطعم الفستق. أيوة. والله يا أستاذ مفيد، أنا قبل ما أبدأ الحلقة قلت لهم أستاذ مفيد فوزي هيبقى الضيف في لجنة التحكيم، قلت لهم أنا اللي خايفة مش المشتركين. نحن بنتشرف فيكم، منورنا. تفضل. نرجع للسؤال. تفضل. المشتركين عادة وقت بيكونوا عم يحضروا حالهم قبل البرايم المباشر بيكونوا مسترخين بأدائهم، بس قبل اللايف عم نلاحظ احنا دائما انه عم يكونوا متوترين، وخاصة لما بيطلعوا على المسرح. شو النصائح اللي بتوجه لهم اياها حتى يخففوا هذا التوتر ويطلعوا أكثر مسترخين؟ يعني أنا هذا الموضوع سمعته كثير خلال سير الحلقات، إنه عن مشترك أو مشتركة معينة بيقولوا لنا إنه بالتحضيرات وبالتجارب قبل الحلقة كانت ممتازة، ما بعرف شو صار لها وقت الحلقة على الهواء. أنا بعتقد أنه وجود الكاميرات وضغط الناس وضغط المشاهدين عم بيلبك، يعني عم بيصيب هالأشخاص بارتباك، وهيدي أنا بعتقد عند الإعلامي وعند المذيع تحديدا نقطة ضعف كتير كبيرة، لأنه المذيع كل حياته هي رح تكون بمواجهة مباشرة مع الكاميرا ومع المشاهد. إذا كان بالكواليس أبضاي ومتماسك وطلع على الهواء قدام الكاميرا وتخربطت الامور معه، يعني عندنا مشكله كبيره. لهالسبب من المبدا اللي انا بعتمده، وما بعرف اذا هالمدرسه بيرفضها استاذ مفيد ولا لا، انا بعتمد مبدا اني لما اطلع على الهواء او على الاستوديو بنسى، بعمل عزل تام لوجود الناس ولوجود الكاميرا وحتى لوجود المشاهد اللي عم بيشوفني، يعني ما بجرب فكر ولا للحظه انه مين عم يحضرني وشو بدي اقول هلا اذا انا قلت. كل هيدا بياخذ اللحظه، كل هيدا بياخذه لما اطلع من حلقتي. تمام. بستمع اليه بدقه، ولكن انا وعلى الهواء بدي انسى كل هو، لا اقدر اكون انا، والا رح اكون تحت ضغط كثير كثير كبير بتخيل انه ما حدا بيقدر يتحمله، ورح يؤدي الى بعض الارتباك والتوتر اللي عندك. بالضبط 100%. منى ابو حمزه، انت من الاعلاميات اللي من اول ما طليتي على الشاشه نعم اخذتي نجاح كبير جدا وشهره كبيره جدا، وكل اللي بيشتغلوا معاكي بيقولوا ان انت متواضعه جدا 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 برغم الشهره والنجاح ده. دي اول مره بسمعها. طب عيني في عينك. دي اول مره بسمعها فعلا. فمنى ازاي بتقدري ان انت تحافظي على
الشعره اللي ما بين الثقه بالنفس والغرور، وقد ايه الغرور ممكن ياذي الاعلامي او مقدم البرامج؟ شوفي سالي، انا بلاقي انه كل مقدار ظهور، يعني ان كان للاعلامي او للفنان او للسياسي او لاي انسان بالاضواء، بده مقدارين من العقل ومن الاتزان باله لحتى يضلوا اشراع على الارض، لانه جنون العظمه بالنهايه جنون، يعني وبالنهايه نحن بامتحان دايم، اذا بدنا نفقد المنطق ما فينا نكفي. وشفنا ناس كتير بكل المجالات، مجالات الغنى من المطربين العالميين، أول فترة كان أدائهم جيد جدا، أبهروا الجمهور وما قدروا استمروا. اللي بده يستمر بده يضلوا إجري على الأرض، يعرف أنه هو بامتحان دائم. بالنسبة للأستاذ مفيد فوزي، أنا كنت بحلم بهيدا النهار اللي التقي فيه، هو مدرسة بحد ذاته. بدي جاوبه على سؤاله، أنه سألنا ايه المطلوب، انه يكون خفيف الظل ولا انه يكون مثقف ومتمكن؟ هو ذاته الاستاذ مفيد عمل مدرسه من الثقافه والتمكن والجراه والمواجهه، وكان طيفه خفيف جدا يعني، وهيدا بعتقد من اهم ميزاته، يعني ما بتقدري الا ما تحبيه انت وعم تحضريه، فبعتقد بدنا كل هيدول. انت ايضا يا منى، سؤالك حاد، سفيرك الجمال. الله. بس منى، بتعرفي اهم برنامج قدمه استاذ مفيد شو كان اسمه؟ نعم. شو كان اسمه؟ حديث البلد. حديث المدينة. حديث المدينة. يعني ده كم سنة استاذ مفيد تقريبا؟ يعني حديث البلد 23 سنة. ايوه. هو الحفيد. 23 سنة. هو الحفيد لحديث المدينة. حديث المدينة. من 23 سنة. 23 سنة كان بيقدم حديث المدينة. ان شاء الله اكون خير خلف لافضل سنة. الله يخليكي، اشكرك كمان. تفضلي. منى معلش، انا بدي اضيف شيء على السؤال اللي سالتك اياه سالي، وبدي اقول شغله مقوله انا مأثره فيني كثير. بيقولوا الغرور كالطير، كلما ارتفع كلما صغر في عيون الناس. ايه طبعا، حلو كثير. وهلا استقبلوا معنا المشتركين اللي داعش على مسرح مذيع العرب. أكيد دلوقتي وإحنا في الحلقة الخامسة مباشر من برنامج مذيع العرب، ودي أول مرة أنت بتقدم فيها برامج، عرفت وشفت الإعلاميين ومقدمين البرامج إزاي بيواجهوا صعوبات ومواقف صعبة. أنا اللي شفت الحقيقة. أنت أنت شفت كتير. أنا شفت كتير. الإعلاميين كلنا بنقابل، كلهم وكلنا بنقابل مواقف صعبة جدا في الهواء، وبتبقى مفاجآت، لكن علينا إن إحنا نسيطر على أعصابنا ونسيطر على الموقف من غير ما يبان علينا قدام الجمهور. المواقف دي بتحصل مع المواقف دي بتحصل مع اعلاميين كبار ومقدمين برامج كبار في كل انحاء العالم. خلينا نشوف بعض مقتطفات من بعض البرامج والمواقف اللي حصلت لمذيعين ومذيعات ومقدمين برامج حول العالم. مساء الخير. صار لك شيء؟ إنك تكون مذيع محترف حاجة مش سهلة أبداً. في شروط لازم تخليها في بالك. الشرط الأول، أضبط أعصابك مهما كانت تمام، ولو عايز تضحك تضحك بس خليك قادر تسيطر على نفسك. الشرط الثاني، خطر الانزلاق مش بس للي بيسوق، ده كمان لبعض المذيعين. الشرط الثالث، بتحب الموسيقى وبتتفاعل معاها بسرعة؟ أجلها شوية، أنت مباشر على الهواء. الشرط الرابع، بتحب المفاجآت وهي كمان بتحبك، خليك منتبه لأن كل شيء مش متوقع ممكن يحصل.
offensive coordinator Tom Cook. Oh no! الشرط الخامس. شايف نفسك في الديكور؟ طب سيطر على ضيوفك، لا يقعد ديكور على اللي فيه. يا اخوان ان شاء الله يا رب نكون في القمر. انا مين؟ وين نوصل؟ فطار علي. نفسك تكون مذيع؟ تمام، بس لازم تكون قدها. مشاهدينا، الليلة حالتنا مختلفة وما بتشبه ولا اختبار سابق مرقوا فيه المشتركين. الليلة قررت إدارة البرنامج تختبر ذكاء المشتركين وقدراتهم من خلال مواجهة المطبات والمواقف المحرجة اللي ممكن يتعرض لها أي مذيع. بدي أقول طبعا قبل شوي إنه أنا كان الأوتو كيو ما كان شغال، فأنا عم بتعرض لنفس المواقف هلا اللي حيتعرضوا عليها إلى المشتركين. لا بس قيس، يعني اللي شفناه دلوقتي في الريبورتاج او في الفيديو اللي شفناه افظع بكثير من اللي بيحصل لنا هنا، نحمد ربنا برضه. بالنسبه لهم رح تكون مفاجاه على الهواء، يا ترى كيف رح يقدروا يتخطوا هاي العواقب؟ رح نشوف الجواب خلال حلقتنا الليله. لجنة التحكيم هي اللي هتحط علامتها وتختار المشتركين اللي هيقدروا يتعاملوا صح مع المواقف دي. مش هننسى ان تصويت الجمهور للمشترك اللي عايزه يكمل في المنافسه ويأمن انتقاله للحلقات اللي جايه مهم جدا. انا عارفه ان المشتركين مستنيين يطلعوا على المسرح ويورونا احسن حاجه عندهم، لكن قبل ما نبدا اول تحدي عايزه اقول ان المشتركين ناقصين تهاني من فلسطين، لان تهاني تعبانه للاسف النهارده وراحت المستشفى. فممكن تيجي في نص الحلقه، احنا لسه مش متاكدين يا قيس، وممكن انه نحن نخسرها بهي الحلقه ما تكون موجوده عامه معنا. هي حاجه خارجه عن ارادتها بالزبط. وعن اراده الجميع، فاكيد لو ما قدرتش انها تيجي هتكون معانا في الحلقه اللي جايه، يعني ربنا يقومها بالسلامه ان شاء الله. ودلوقتي وهلا انا بعرف سالي انه المشتركين بانتظار يطلعوا على المسرح ويفرجوا افضل ما عندهم. اول تحدي رح يكون مع خليل جمال من مصر وسوسن سعد من مصر. هنن محضرين حالهم كثير منيح، فهل رح يكون كل شيء حلو مثل ما خططوا له؟ خلونا نتابع سوا. خليل، مش عشان معاك حصان يبقى انت اقوى مني. انا هواكلك بالسيف فارس لفارس، ساعتها بس هنشوف مين اقوى من التاني. انزلي. انا بتكلم بالعدل، ومن العدل يا سوسن انك تسمع نصيحتي وتبقى هادي عن الساحه. لما تتكلم عن العدل يا خليل افتكر ازاي هتواجهني على المسرح. واجهيني يا سوسن. لك انت ولك انت، هاي انتوا اللي قاعدين في البيت اليوم الجمعه وتتابعوني انا وخليل. الابتسامه اكثر طريقه بين شخصين، وتشير الدراسات الى ان 70% من الناس يؤمنون ان الابتسامه طريقه تسهل حصولك على وظيفه او حتى تخلي بينك انطباع وبين الناس حلو وتخترق قلوب الناس من دون استئذان. وهو الواحد عايز ايه من الحياه غير السعاده؟ عاوز ايه غير ان بسمته تفضل مرسومه على وشه مهما كانت الظروف؟ حب، اعجاب، كل دي مشاعر بتترجم الابتسامه، حتى السخريه بتترجمها الضحكه الصفراء. وعشان كده في برنامجنا هنستضيف بعض الضيوف اللي هيكلمونا وهيختاروا معانا ابتسامتنا اللي احنا هنتكلم عليها واللي كمان انتوا هتحبوا تعملوها زينا بالظبط. ابتسامتها رائعه، يا ليت لو عندي نفس ابتسامتها، في اسنانها شيء سحر غريب. تعليقات تعلو أحيانا على صفحات المشاهير، الكل منا يحبها ويمكن بعد يغرم بها. عشان كذي استضفنا ضيوفنا اليوم اللي متخصصين في طب تجميل الأسنان. خلونا نرحب بأول ضيف، الدكتور مصطفى محمود، خريج جامعة القاهرة كلية طب الأسنان وتخصصات تركيبات وتقويم. أهلا بك يا دكتور. والمتخصص في تجميل الوجه والفكين دكتور إيميل بستاني. Thank you.
مساء الخير. نرحب فيكم في استوديو ضحكتك بالدنيا. اهلا وسهلا نورتونا. اهلا بحضراتكم يا دكتور، وان شاء الله تكون حلقه مفيده وخفيفه على الجمهور. الله يرحمه ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا، مثل ما قاعدين نشوف الحين، بنستعرض معاكم ما قبل وبعد. يمكن هاي اللقطة الكل يترياها يا خليل، لأنه دائما نستعرض فيها مشاهير قبل وبعد كيف كانوا، خصوصا إن ابتسامة هوليوود أصبحت ثورة في عالم طب الأسنان. مثل ما أنتم شايفين، بنستعرض معاكم نجوم كبار في هوليوود مثل مايلز آيرس وحتى توم كروز. وتوم كروز سوى يعني طفرة، وبعض الرياضيين نقطة تحول بعد، ورياضيين أيضا منهم كريستيانو رونالدو. نشوف نقطة التغيير من نقطة ضعف لنقطة قوة وجاذبية في ابتسامته. وغير أن كريستيانو رونالدو، عندنا رونالدينو اللي كان مؤخرا سوى عملية. عارفة، بسبب التغيرات اللي بيعملوها بعض النجوم وتعلق الناس الشديد بيهم، في بعض المهاويس أو بعض المتعلقين بالنجوم، بلاش مهاويس عشان ما حدش يزعل، بيحبوا يعملوا زيهم بالظبط. اللي عايز يلون سنانه، اللي عايز يخليها بيضة بتبرق زي ما احنا شايفين، فده بيخليه يروحوا دايما عند دكاتره. بس للاسف بتحصل بعض المشاكل اللي هتخلينا نروح مع اول سؤال من على صفحات التواصل الاجتماعي بتاعنا، واللي سالته سلوى. سلوى قالت: هل فعلا الاسنان ليها ذاكره؟ بمعنى ان اللي بيركبوا تقويم بعد ما بيشيلوه اسنانهم بترجع تاني مكانها، ولا كانهم عملوا حاجه؟ والسؤال ده لحضرتك يا دكتور. هو انا قبل ما اجاوب على السؤال ده، وبس انا عندي زي ما انتم بتقولوا كده باللبناني، يعني عندي شغلتين. اوكي، يعني معلش هستسمحكم يعني ان انا اقولهم شغلتين يعني هستسمحكم بس ان انا اقولهم. اتفضل. لان انا تم اخداعي في ايه بس؟ انا هقول تم اخداعي. اتفضل. انا لما دارت البرنامج كلمتني فهمتني ان انا هبقى ضيف لوحدي. تمام، ده مبدئيا. ثانيا، انا ده اللي خلاني جيت. ثانيا بقى، بس يا دكتور ثواني بعد اذنك، ثواني بس حضرتك اكمل. بس انا ما كملتش. المصريين معروف عنهم ان هم لا 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 طبعا ما فيش اي مشكله. ما هو ده بقى المشكله الثانيه. انا جدع وما فيش مشكله. ولما جيت هنا وعرفت ان معايا ضيف ثاني، قررت ان انا اخش، قلت ما فيش مشكله. حلو جدا. لكن اني في بيروت كلها، وفي ثواني لو سمحت، احنا يبقى في لبنان كلها، لبنان كلها ما لقيتوش غير هذا الدكتور ايميل بوستاني اللي كل يوم بيرتكب كارثه حقيقية. طب احنا ممكن نعمل حاجة حلوة كل يوم؟ الله يرضى عليك. كل يوم انا شخصيا دكتور. ثواني، لا نطلع فوق. لو سمحتوا يا حضرتك، لو سمحت، لو سمحت، ما تحكموش عليا. لو سمحت، ما حدش يحكم عليا. لو سمحت، يلا بينا مشاهدينا. لا لا لا، انا كده همشي النزاع ما بين الدكاترة، انا كده هرجع لكم تاني. انا اكيد قد الدنيا. سلام. انا همشي. حرام عليك. شكرا لكم يا دكاترة ومنورين معانا. شكرا، شكرا لكم. هي أسامي واحدة وكلها تؤدي إلى الابتسامة. شكرا لخليل وساوسن. شكرا. دي أول مرة المشتركين بيستضيفوا فيها الضيوف. متحضر ولا حصل على الهوا؟ احنا ما نعرفش أي حاجة والله. دكاترة أطباء سنان المفروض نكلمهم عن هوليوود سمايل ونتكلم برنامج، بس يعني مفاجآت البروجرام بقى. هو ده التحدي النهاردة، إن المشتركين هيواجهوا مشاكل على الهوا والمفروض إن هم يتخطوها. لجنة التحكيم، المشتركين ما كانوش عارفين باللي هيحصل وتفاجئوا، غير ان دي اول مرة يعملوا حوار كامل مع الضيوف. الدكاترة دول مش دكاترة حقيقيين، هم ممثلين، احنا بنشكرهم طبعا. بس قفشناهم، احنا قفشناهم، حسينا ان في حاجة غلط يعني قفشناهم. ودلوقتي بطلب من لجنة التحكيم ان هي تعلق على خليل وساوسن، وهبتدي مع استاذ مفيد. استاذ مفيد، طب في الاول استاذ مفيد ده، ولا بعديه عشان ما حدش يقول ده بيأثر على حاجه يعني. نورتنا فعلا، واحنا يعني لو حد هيخرج مننا النهارده فاحنا كفايه ان احنا قعدنا معاك. بس اسكت. اولا هذه صوره سيئه شديده السوء ان يحدث على الهوى هذا النوع من التطاحن، وانا بعتقد انه خطا الاعداد. لازم الناس اللي معانا هنا اللي بتعلموا ان هم يكونوا في المستقبل مذيعين، ان الاعداد هو المسؤوليه الفكريه للبرنامج. اختيار الدكاتره ايا كانوا، حتى لو كانوا ممثلين او غير ممثلين، انما نستفيد ان اختيار الشخصيه اللي جايه على هوا لازم يبقى فليكسبل، عنده مرونه للنقاش. أنا بعتقد أنه المذيعة أنا مصدقها، ودي أعلى رتبة ياخدها مذيعة. يعني أنا لما صدق حد
مهم زي الناس لما صدقت توني وصدقت منى وصدقت جدا ليلى علوي. فعملية ان انا صدق حد دي في حد ذاتها قيمة اساسية. المذيع انا استشعرت انه جاء داخل برنامج رياضي وبعد شوية هيتناقش في الرياضة، لكن ايا كان انا بعتقد انه الاحتواء يجب ان يكون بهيمنة الشخصية، ومن هنا نحط 20 علامة تحت شخصية المذيع او المذيعة في اجراء الحوار. طبعا ايه اللي حصل؟ ان المذيعة قالت نطلع فاصل، وهذا الحل هو اضعف الحلول في مثل هذا النوع من البرامج. طيب اسف بس تعليقا على كلام حضرتك على جزئيه الاعداد، يعني احنا كنا طلبنا من امبارح ان احنا نشوف الضيوف وما كناش اكيد نعرف ان احنا نعرف اساميهم ومين هم، حتى الاسامي احنا يعني واخدينها لغايه النهارده يعني. صحيح، فاحنا ما كناش نعرف اي حاجه خالص. مقلب نعم عملوه فيهم جماعه اعداد البرنامج عشان يشوفوا هم هيتعاملوا ازاي، يعني ازاي هيواجهوا ده. هيواجهوا بالظبط، وحياتك عارف ان ده احيانا بيحصل. أنا في البرامج انا يا سالي شايفهم واجهوا المساله بعصبيه، بعصبيه لا تليق بالمذيعه، لانه ما دام في حاجه اسمها مذيع يجب ان يكون بارد الاعصاب ولكن بعقل، برحابه، بفهم، انما تشالنج بخناق ليس مطلوبا على الاطلاق. فهم بعتقد انهم محتاجين الى شكل من اشكال تجميد مشاعر الغضب علشان في مشاهد مشارك في المعادله. شكرا استاذ مفيد. شكرا. ليلى، يعني هو طبعا الله يكون في عونهم، انا نفسي اتخضيت واستغربت، بالذات ان اللي بدا الحوار او الاكشن يعني الدكتور المصري، وحسيت بيهم قد ايه ان هم شايفين ان هم ده مصري، وبالذات خليل بيعمل ده، يعني بيحاول يهديه او يلطفه يقول له عيب احنا مصريين. مقدره ان هم اول مره يتحطوا في الموقف ده وهم في اختبار، موقف صعب جدا، لكن جائز جدا ان هو يحصل ويحصل اكتر منه. أكيد. طبعا انا اعتقد زي ما قال الاستاذ مفيد ان حته نطلع فاصل دي تبقى اخر حاجه بعد ما نحاول ان احنا نهدي اللي موجودين او نسمع او انا حاولت اقول له نسمعهم بس هم انا سمعتك انا وعشان كده انا شايفه ان انتوا الاثنين اتصرفتوا بشكل تلقائي منكم اكتر من شكل بروفيشنال، حد عنده خبره وتجربه يمر بكل ده، فانا شايف ان هما الاثنين متساويين زي بعض. شكرا ليلى. يعني انا لقيت انه ليلى هيدا الاختبار هو اكثر ليتعلموا منه اكثر من حتى نحكم عليهم من خلاله. يعني هيدا الاختبار اليوم حطيته قدامه، بكره يمكن تطلعوا على الهواء باي برنامج ثاني او باي تحضير ثاني، ما كان صار لكم هالفرصه. ان شاء الله تكونوا تعلمتوا منها وبتفكروا بينكم وبين حالكم شو بدكم تعملوا. اكيد ارتبكتوا مربك يعني انا يعني انا كمان كنت ارتبكت، كنت صوتك اعلى يعني جربت تسيطري على الوضع اكثر من خليل بس سوسن، بس كنتوا يعني كنتوا منيح لاول مره بتتفاجئوا بهيك شيء. شكرا منى، ويا ريت تاخذوا، انا اخذت بنصيحه استاذ مفيد انه عدم الانفعال عشان انا بنفعل اوقات كثير استاذ مفيد بقى بس كمان انا حاخذ بالنصيحه. بس انت يعني الانفعال عندك مبرد. نعم. يعني بتحطيه داخل جهاز تكييف ويطلع نسمه. نعم. انما المذيعه انا كنت واثق انها هتضرب الراجل. لا لا انا كنت برده وقفشتهم، حسيت يعني حسيت انه الاشتعال حدث بشكل مفاجئ. ومن هنا اتصور زي ما قالت منى ان ابتسامه هادئه، راحه هادئه، سيبيه يتكلم، سيبيه نفس عن نفسه، سيبيه ياخد راحته. هم لا يا خليل، انت يا خليل عملت له
قضبان فهو انفعل وطرشق الدنيا. شكرا استاذ مفيد. توني عندك منافس قوي جدا 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 النهارده. توني الكلمه اللي بتعجبه الاستاذ مفيد بحكم خبرتي بهكذا نوع من السجلات، انا لو كنت محلكم بما انهم اثنين اطباء اسنان كنت حاولت اخذ الاشكال حتى النهايه حتى نشوف مين اسنانه اقوى. ثواني حضرتك قلت بحكم خبرتك اللي مش موجوده. كنت باخذ الاشكال للنهايه لنشوف مين اسنانه اقوى. اللي قاله استاذ مفيد طبعا لا يعني لا كلام فوق اللي قاله، وكمان مدام ليلى ومدام منى. انا شخصيا استغل هيك ظرف مش لاعمل سكوب، ولكن عندي مشكله، يعني اجتني مشكله موجوده عندنا بمجتمعاتنا، اطباء عندهم اشكالات مع بعضهم، منافسه المهنه. كنت استغليت هيدا الموضوع وفتحت معهم موضوع اخر. تمام. ولو انه انا بوقف، يعني انا بعمل اللي انت عملتيه، بنروح مع فاصل لما يصير في قله ادب، في تشهير، في يعني اي شيء يخدش سمع وبصر المشاهد ببيته بقطش الهواء. اما غير هيك لا. انا بين اللي صار اثنينكم كنتوا منيح، يعني بالموقف اللي معكم اثنينكم كنتوا منيح، بس انا ميال اكثر لخليل لانه حيبان من الدرجات. توني احسن سوسن، انت عندك خبره تلفزيونيه، خليل عنده خبره اذاعيه، يعني كان مفروض انت تكوني يعني ماسكي الموضوع اكثر من خليل. شفتك بدك تهربي يعني دغري نطلع فاصل تتشيلي نعم. المشكل عن ظهرك. خليل لا، جرب يقول له بالاول انت مصري والمصريين ما بيعملوش كده، ونحن يعني جرب يفوت معه تيطري الاجواء، ما اضطرت الاجواء بنهره. فبس للموقف اثنينكم منيح، اثنينكم منيح، بس انا ميال اكثر لرد عليك. هو خبرتي كثير بسيطه وصغيره، برنامج واحد وما كان يعني يعني مش ما تاخدي على كلامي اني انا عم بوحي للراي العام انه انت مذيعه محترفه وعندك خبره، لا انا عم بحكي من انسان بيطلع على التلفزيون بيوقف قدام الكاميرا، ممكن يصادفك كان اي مشكله متعامله معها. رده فعلك شفتها قلع جاكيته، يعني حسيتها بصير في ضرب، اكيد بدي اطلع فوق. شكرا توني. ودلوقتي بطلب منكم ان انتم تحطوا الدرجات للمشتركين على اساس مين فيهم قدر يحتوي موقف اكتر من الثاني. اتفضلوا. دلوقتي هنعرف، الله يكون في عونكم قبل ما اكمل كلامي. الموقف صعب لكن كلنا بنتعرض لمواقف زي دي، وزي ما قايس قال لكم احنا بدانا الحلقه النهارده من غير اوتو كيو خالص. طلعنا لقينا مفيش اوتو كيو. لدرجه ان حسينا ان هم بيعملوا فينا احنا التحدي. فدلوقتي هيبان مين فيكم اللي قدر يحتوي الموقف اكتر من الدرجات. الدرجات بدات تبان. عامة واحد فيكم هيبقى في امان، واللي مش هيكون في امان لسه قدامه فرصه ثانيه هيعدي بالتحدي الثاني، وان شاء الله ربنا يوفقه. درجات لسه فاضل درجة منى، هي اللي هتحسم الموقف لغاية دلوقتي. انتوا 42-42 متعادلين. منى هي اللي هتغير النتيجة. النتيجة 56 لخليل و55 لسوسن، الفرق قليل جدا. مبروك خليل. سوسن لسه عندك فرصة تانية في التحدي التاني، وبقول لكل مشاهدينا ان تصويتكم مهم جدا لخليل ولسوسن، سواء المشترك اللي في امان أو اللي هيعدي بالتحدي الثاني. ما تنسوش تصوتوا لسوسن على رقم M10 وخليل رقمه M5. ده كان أول تحدي، وشفنا المشتركين إزاي تصرفوا مع الموقف اللي اتحطوا فيه. التحدي الثاني هيجمع ما بين ساندرا علوش من سوريا وكوثر بودراجة من المغرب، هيواجهوا مشكلة جديدة خلال أدائهم. يا ترى مين فيهم اللي هيقدر ينجح في الامتحان؟ خلينا نشوف. وراء كل نجاح تعب، تحدي واجتهاد، وابدا مو بسهوله بنوصل لاهدافنا. من وانا وصغيره قاشع حلمي قدامي، بدرس كل خطواتي، ما في ولا واحد يوقف قدامي.
نظرتك لبعيد ما بتأدي، لازم بالأول يكون عندك جرأة وتحدي. اليوم التحدي أصعب، ولكن بقوتي الخارقة رح أتألق. لو مهما صعب التحدي أنا رح ضل أدى. مساكم الله بالخير في حلقة جديدة من برنامجكم كلام الليل، البرنامج الذي كل الناس تتحدث عنه ولكن لا أحد يشاهده. ولكننا سوف نواصل بث حلقاتنا استنادا منا لبيت الشعر الذي يقول: إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري بنسب المشاهدة فالمصيبة أعظم. ترافقني في تقديم حلقة الليلة زميلتي المتألقة اللبقة ذات مخارج الحروف الرشيقة والدقيقة ساندرا علوش. شكرا لزميلتي وصديقتي المزيانة كوثر بدراجة، وتحية لكل السهرانين معنا بالاستوديو وببيوتهم عبر قناتي أبو ظبي والحياة. من زمان كوثر كنا إذا حبينا فنان أو فنانة يعني نركض لحتى نجيب أغانيهم وألبوماتهم ونقصقص صورهم من المجلات لحتى نعلقهم بغرفنا. كنا نركض لنسمع لقاء لإلهم لنعرف خبر عنهم، رأيهم، تصريحهم. أما اليوم فبسبب السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي صار الفنان على علاقة مباشرة بالجمهور، وعلى سيلفي من هون وخبر من هون وإبداء رأي بكل صغيرة وكبيرة. هذا الأمر اللي عم يسبب مشاكل كبيرة بين الفنانين، وطبعاً عم تنتهي دائماً بفضائح. اليوم أيضاً الخلافات تعددت، ما عادوا عم يختلفوا على نوعية الأعمال الفنية اللي عم بيقدموها، صاروا عم يختلفوا على مين حكى أكثر على السوشيال ميديا، مين علق على صورة فنانة، ومين عم يبهدل زميلته من وراء ظهره. والله معك حق ساندرا، والمؤسف أن صورة الفنانين وكواقع الأغنية العربية التي نترحم عليها غناء وعزفا بالأسف. ويا حسرة على وقت كانت فيه للناقد كلمة مسموعة، ويا أسفاه على عاصفة الإعلام الرديء التي تفرخ مواقع إلكترونية مخاضها لا يلد سوى فضائح غرضها التشهير بالفنانين. خلاصة القول ساندرا: ليس كل ما نسمعه غناء، ليس كل من غنى بمطرب، وليس كل من تفاعل مع عمل فني بناقد، وليس كل من نقد أصاب. نشكر الله اللي صار عندنا فنانين أكثر من الجمهور، والله يديم السوشيال ميديا اللي فتحت الكل وفرجت الناس على حقيقتها. وضيفنا الليلة صديق لهذه الفنانين، راح يعرفني على الكواليس، دوره هو تنسيق ضيوف البرامج التلفزيونية، فنتعرف على هذه المهنة الجديدة وكيف هذا جندي الخفاء يقدر يكون عنده دور كبير في التعريف بالفنان. رحبوا معنا بعصام نجيم. أهلا وسهلا، نورتنا، شكرا لحضورك. أصار خير بس لأوصل عندك. مرحبا بك. أصار خير جد حكم. أهلا وسهلا فيك، تفضل ارتاح. أستاذ سوني وأستاذ مفيد. تفضل ارتاح أستاذ عصام، شكرا. شكرا لكم. بداية أنت منسق ويعني منسق ضيوف لأهم البرامج بالوطن العربي، منها نجم الخليج، منها ترتتا، هالبرامج اللي معروفة بتخيل لكل الناس. بداية بدي أعرف منك كيف يصنع البرنامج الناجح، يعني ترتتا على مواسم عديدة هو النمبر وان. نعم، ترتتا هو عفوا في ردن لا بس نحن نسينا نقول لك انه تطفي التليفون قبل الانترفيو. الو شو رايك يا كوثر؟ والله رايي ان ترتتا برنامج ناجح وان الناس يتفرجوا فيه. الو فخلينا استاذ عيسى، كيفك؟ مش الحال؟ سلم لنا على اللي معك على التليفون. انا على التصوير مفضل، بدك يعني احكي بعد شوي. قول انه بس استاذ عيسى بالحلقه الجايه. استاذ عيسى لا والله استاذ عيسى انا رح رد مكانك، خلينا نرد استاذ عيسى. شكرا سوري، خلينا نرد عليه استاذ، خلينا نرد عليه بليز. معلي بس مضطر، كنت اعذريني مضطر لانه عندنا تصوير بكره نحن. خلص ما في مشكله، بنقدر ظروف عملك. ميرسي ميرسي لك. بس اي لا وقتها انا رح ارد. لا لا لا
لا لا والله شو رايكم يا جمهور نرد ولا ما رايكم يا ناس؟ خليني انا ارد. لا خليني انا ارد. خلينا نستضيفه. طب نحن بنحاور ضيفك. طب خلص ما رح رد هلا. ها بسلم عليه لمده دقيقه ما رح رد. خلص معنا دقيقه واحده. طيب على السريع اللي ليش برنامج ترتت البرنامج الاول؟ هو ترتت اذا بدك خلق ملعب خاص فيه غير عن كل البرامج. شو حلو المباشر انا المشاهدين يعني يتفاعلون معنا بالشكل الليدي يعيشوا احلى المذيعين مع الضيوف. كوثر يحيى المباشر انا تفضل. انا صار بدي اعرف مين عم بيقول لك. مساء الخير استاذ. كيفك ماشي الحال؟ مين عم تحكي معه؟ والله صديقي بالنسبه لبكره ونحن ماشيين بالتورناج مبدئيا على الساعه 5. طب عزمها عزمها لعنا على كلام الليل. عزمها لك هيدا كله صداقه استاذ عصام. مستضيفيني وبنرجع بنحكي بعد شوي شو الساعه. استاذ عصام لو سمحت. يلا مسيكي بالخير. لو سمحت بترجاك خلينا بس ترسونا بس انه معنا دقيقه واحده بعتذر لو سمحت خلينا نفوكسين شوي. تفضل. ما جاوبتني على السؤال. كنت عم بقول لك انه ترتتا خلق ملعب لحاله مختلف عن كل البرامج، مع احترامنا اكيد لكل البرامج، بس ترتتا خلق شيء جديد. اكيد هالفضل بيعود لمنتجه البرنامج بيري كوشان. بنوجه لها تحيه اكيد. اكيد بنوجه لها تحيه. هي اللي بدي اقول لك هلا، هي اللي بدي اقول لك هلا. مدام بيري، مدام بيري بعد دقيقتين بيقدر يرد عليكي الاستاذ عصام. اذا هي اللي بدها خليها تنتج لنا برنامج ثاني يكون كله على الاتصالات بالتليفون على المباشر. ماشي الحال. طب خلص كوثر كيفك؟ انا شي نص ساعه استاذ عصام يبدو محرج يحكي معنا. ايه نعم نعم زهير بيرجع بتصل فيك بعد نص ساعه وبنسق معك كل التفاصيل. اوكي حلو سلم لنا على زهير. زهير كيفك زهير؟ يلا باي باي. اوكي باي. والله ما رديت على ولا سؤال استاذ عصام. تفضل تفضل. هلا طيب هل الفنان الشاطر اليوم هو الفنان الذي يحسن اختيار منتجاته؟ مو راح ترد. مو هو اللي يختار انتاج الفني ام هو الذي يحسن علاقته في الوسط الفني؟ اجبني بسرعه من فضلك. تفضل تفضل. في مرد؟ لن بس بوعدك اخر اتصال. من فضلك لو سمحت لو سمحت تفضل. لا من فضلك اجب على سؤالي وبعدين وانا برد. خليني انا برد. خليني انا برد على التليفون وانت رد على الجوال. ارجوك ارجوك. ايه ايه استاذ يلا برجع فيك بعد شوي. خلاص عصام الجيم نشكر حضورك معنا على مسرح مذيع العرب كوثر وساندرا. انا بس بدي اشكر استاذ عصام نجيم منسق الضيوف الاول في العالم العربي لوجوده معنا. وفي نقطه كنا حابين نحكيها في ختام حديثنا انا وكوثر زميلتي واسمحوا لنا فيها ثانيتين. بدنا نترحم على قامه من قامات الفن العربي الذي خانه قلبه الكبير والذي امتعنا لسنوات طويله بعطائه الفني. وسوف يظل ناظر مدرسه الفن المصري. وداعا حسن مصطفى. وداعا حسن مصطفى. بسلام. انا بدي اسالكم هيدا من ضمن السكريبت؟ ابدا ابدا. نحن مستضيفين استاذ عصام بدنا نحاول فعلا بمهنته وعندنا اسئله ليه عصام عمل هيك ما فهمت انا يعني اكيد هو هي المواقف اللي عم تعرضوا لها المشتركين انه الضيف اجى كذا تليفون انا عارفه بس بدي اسالهم شو اللي يعني عم جرب استفسر منهم شو اللي صار معهم. طب انتم حالتكم ايه دلوقتي؟ مش قادرين نوقف مش خالص بس ده مباشر بقى ولازم استاذ مفيد ونحن وراك. اتصور انه كان لازم قبل ما الضيف يخش ولو كان منسق الامم المتحده يتقفل التليفون في جيبه. رجعنا انه دي مقلب. طبعا ما انا مدرك هي 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 النكته وهو هي التريك بس كمان بنستفيد اللي عم يتعرضوا لها المشتركين. المطلوب هو هم يواجهوا مثل هذا الموقف ازاي. نعم. لكن انا كمان مش هنخرط يعني في المقلب بقدر ما انا اقول قيمه. صح. انه انا مثلا التليفون في جيبي مغلق الناس هنا وانا داخل. اكيد استاذ مفيد التليفون مقفول. ايوه بس نحن يعني ده مهم. مظبوط بس احنا فيما لو تعرض. انا رايي الشخصي انه هم لو سابوه يتكلم في التليفون ولا ذا بالصمت أفضل طريقة لإحراجه أمام الجمهور وهم يخرجوا من المقلب.
كوني في عندك شيء؟ صايرة معكم هي؟ طيب انتوا اول مرة حدا صايرة معهم؟ انا طبعا يمكن لو حدا سئيل يعني جاي عم بيتسائل، انا كنت عملت اللي عمله استاذ مفيد، كنت تركته يحكي لانه بعد شوي ما راح يلاقي شيء يحكي. بس بما انه كان الموقف مرح شوي، انا كنت تصرفت مثل ما تصرفت كوثر. يعني كنت عملت تقريبا نفس الحركه على المسرح لانقاذ الموقف بشكل لطيف و مهضوم. مهضوم يا مهضوم. ليلى في عندك شيء حابه تقولي؟ لا الله يكون في عونهم، والله صعبانين عليا جدا لان اكيد محضرين اسئله مهمه جدا وتعبانين فيها وما قالوش حاجه. لكن طبعا الاثنين اتصرفوا كويس، اتصرفوا ببسمه، اتصرفوا باحترام، اتصرفوا بحضرتك على طول. طبعا اثنين يعني راي الاستاذ مفيد وراي توني ان هم كانوا سابوه وقعوه في الغلط اكتر، هم عاوزين يثبتوا نفسهم في الفرصه الصغيره اللي موجوده بالزبط. عندهم. فانا مقدره جدا اللي هم عملوه، الاثنين كانوا كويسين. كوثر كانت اقوى يعني بخفه دم برضه. الاستاذ مفيد عمل يستفيد من كل مقلب عشان يعطينا درس مهم بالتحضير وبالاعداد. يعني هو فاهم انه مقلب بس بيستفيد من المقلب عشان يعطينا الدرس. انا لقيت انه تنيتكم كنتم منيح من جهه انكم احتفظتوا بالبسمه طبعاً. من انفعلتوا؟ هلا كوثر انفعلتي اكثر من ساندرا. يعني ساندرا صارت تقول له خلينا نستضيفه معنا وليش ما بتقول له يجي لهون؟ كوثر اول شيء انفعلتي، يعني حسيتك عن جد بدك تضربيه يمكن بعد. لا انا كان بدي اخذ منه ولو جواب واحد عن سؤال وبعدين يروح اذا بس بعدين لما قمتي لعنده وبالضحكه اللي عملتيها عملتي مشهد كوميدي وعملتي سكوب كمان يعني للبرنامج. فكنتوا منيح تنيناتكم لانه البسمه بالنهايه بتحل كل شيء. طيب نطلب من اللجنة تحط علاماتها. اللي على يمين سوسن؟ ساندرا. ساندرا لا لا أنا كوثر. كوثر كوثر أنا كوثر أستاذ. يا ريت يكون شايفك محمد صبحي. شكرا، شهادة أعتز بها. شكرا. يا ريت تفضلوا تحطوا علامات للمشتركين. فإذا نحن بانتظار علامات لجنة التحكيم لنشوف مين من المشتركات الاثنين راح تكون بأمان ومين اللي راح تخوض تحدي جديد. هل كوثر أم ساندرا؟ بانتظار تظهر الدرجات. بلشت تظهر درجات كوثر لحد الآن 52 علامة بانتظار درجة منى أبو حمزة. ساندرا لحد الآن طوني اعطاكي 14 والاستاذ مفيد اعطاكي 15. فاذا كوثر 69، مبروك انت بامان. ساندرا قدامك تحدي ثاني. كل المشتركين ناطرين دعمكم وتصويتكم ليوصلوا الحلقات النهائيه ببرنامج مذيع العرب. صوتوا لكوثر رقمها ام 11، اما ساندرا فرقمها ام 9. وهلا رحبوا معنا على مسرح مذيع العرب بالنجمة مادلين مطر. ورجعنا بعد الفاصل لنكمل أول تحدي ضمن برنامج مذيع العرب. المواقف هالمرة مو عادية والأمور ما عم تمرق بهدوء مثل ما المشتركين مخططين، وهذا هو المطلوب. يعني الاختبار صعب ولازم يفرجونا أنه هن قد الحمل ويتخطوا المشكلة قد ما كانت كبيرة. مروة شهاب من المغرب ومحمد الجنيبي من الإمارات عم يحضروا كتير منيح لتحدي الليلة، بس كيف رح يواجهوا اللي ناطرون وكيف رح ينجحوا ويكونوا قد الحمل؟ منتابع سوا. يقولون اني جاي من كوكب ثاني علشان احارب الاعداء. انت يا مروه زميلتي، لكن في المنافسه ما ارحم، راح اطلع كل طاقتي
وقودي وراويك كيف احلق واطيح. كتحداني يا جنيبي لا تحلق ولا تطير بزاف، انا اليوم غادي نجمع كامل القوى ديالي وغادي نواجهك. احسن لك خليك بعيده عليا وما توترنيش. نشرة إخبارية منوعة جديدة تأتيكم على قناتي أبو ظبي والحياة، أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا، وإليكم أهم العناوين. خادمة تنهي حياة طفلة بملعقة. لاجئون يمنيون في جيبوتي تطاردهم الشمس نهارا والذئاب ليلا. وسماء تمطر عناكب في أستراليا. في حادثة غريبة ومؤلمة دارت فصولها في منطقة الرابية غرب العاصمة الأردنية عمان، توفي طفلة في سنتها الرابعة بضربات على الرأس. وقال مصدر أمني أردني إن الأم المكلومة تقدمت بشكوى إلى الأجهزة الأمنية متهمة الخادمة البنغالية. كما أكد المصدر أن الخادمة اعترفت للمحققين بأنها كانت تضرب الطفلة بملعقة على رأسها في أثناء غياب ذويها عن المنزل. وأضاف المصدر أن ضرب الطفلة لم يكن ورد اللحظة، لكنه متواصل منذ زمن طويل ومنذ بداية تولي الخادمة رعاية الطفلة في غياب أهلها. إلى جيبوتي وتحديداً في مخيم أوبخ على شواطئ البحر الأحمر يقبع المئات من اللاجئين اليمنيين في منطقة معزولة أشبه بسجن، حيث عفواً هناك عطب تقني. سنكمل الخبر. إذن عفواً مشاهدينا نعتذر. إلى جيبوتي تحديداً في مخيم أوبخ على شواطئ البحر الأحمر يقبع المئات من اللاجئين اليمنيين في منطقة معزولة أشبه بسجن، حيث يلفح لهيب حرارة الصحراء القابعين نهاراً ويطاردهم عواء الذئاب وزمجرة الضباع ليلاً. المخيم يبعد عن مدينة أوبخ حوالي 5 كيلومترات، وأنشئ حديثاً قرب الساحل اليمني في منطقة مشهورة بانتشار الحيوانات البرية والمفترسة والزواحف والحشرات، ويضم 940 لاجئا يمنيا توزع على 140 خيمة لا تتسع الواحدة منها لأكثر من 4 أشخاص. بالفعل لا عفوا مشاهدينا، هذا ليس يوما جميلا بالفعل. نعود إلى خبر ننتقل مشاهدينا من اليمن إلى أستراليا التي شهدت إحدى مدنها فيلم رعب حقيقي وبالألوان الحية، حيث أمطرت السماء ملايين العناكب في ظاهرة نادرة، إذ فوجئ سكان المدينة بوابل من العناكب المنهالة عليهم من كل حدب وصوب، ما نشر الذعر بين أهالي المنطقة. وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن هذه ليست المرة الأولى التي تمطر فيها السماء العناكب بهذه الكثافة، ولكنها المرة الأولى التي تمطر السماء فيها بهذا العناكب نتيجة لظاهرة سنوية تسمى البالولينج أو التضخم. بالفعل. وقالت إذن قلت أن صحيفة الجارديان نعم. قالت ذلك الخبر. نعتذر مشاهدينا، أظن أن عقلي ليس معي اليوم، هذا ليس وصلنا إلى نهاية النشرة. بالفعل وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، نلقاكم غدا في موعد جديد. كنت معكم أنا محمد الجنيبي، إلى اللقاء. سوبر مروة سوبر جنيبي، بشكركم. وأكيد مواقف زي دي بتحصل كتير للإعلاميين، وإن الأوتو كيو يقف. يا ترى لجنة التحكيم شايفين مروة وجنيبي يقدروا يسيطروا على الموقف ولا لا؟ أنا للأمانة نعم، أنا شفت مروة قدرت تسيطر، لأنه مروة اللي شفت صار معها المشاكل أكثر من جنيبي، يعني ما شفت مشاكل كثير حصلت معها. صارت معي أنا بالأوتو كيو بس حافظ النص. برافو محمد. حافظ النص. أنا لاحظت. حافظ النص
لاني يمكن اكون في يوم من الايام مدير نشره اخبار يتوقف معي الاوتوكيو. لا 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 فلازم يكون حافظ ولا ممكن هي جمل هي جمل هي جمل احنا اختصرناها. هلا ثائبت لانه قصيره. خلوني احكي. طيب ثائبت لانه قصيره. عم بقول لك خلوني احكي. يا بقطش كل العالم. انا ولا مره بالعكس بالعكس عم بدافعوا عنه كلكم كاني انا متهمه وانتم عم تدافعوا عنه. انا وعم جاوب على اول سؤال. انا عم بقول ما في يحفظ نشره اخبار. انت ملك التقطيش. بدي زقفه لا توني لانه ملك التقطيش. بكره اذا بده يذيع اخبار ما في يحفظ نشره اخبار. بيحفظ خبر ما في يحفظ نشره اخبار. هذا يعني عم اليوم نقوله. اليوم ثائبت انه حفظ خبر. بس بكره اذا معك نشره معموله من 250 صفحه اخبار متنوعه وصار معك العطل بتقلي حافظها؟ عفوا بس دقيقه مره دقيقه. هو الخبر كامل لكن في رؤوس اقلام ومعلومات مهمه قدرت اوصلها للمشاهد بالمعلومات المهمه فقط. وختمت فيها. انا عم بسال سؤال. قالوا لي انه انت صار معك الخطا ولانك حافظ ورجعت حضرتك. لكن ما قلت المعلومات كلها. اذا وصلتك المعلومه صحيحه. انا ما قريت المعلومات كلها. انا اختصرت الخبر. سوري. فينا بس هو مش ذنبه اللي بدي اقوله انه مش ذنبه انه ثائب هلا حافظ الخبر. اللي عم بيقوله مش انتوني مزبوط مع انه اعتبرنا اني عم اقطعه. اللي عم بيقوله مزبوط انه بنشره الاخبار انت وهي عم تسالني بعد عم تسالني اول سؤال بالحلقه قطعتها انت وهي عم تسالني اول سؤال. انت ملك التقطيع توني بشهاده كل المشاهدين. هو مش ذنبه انه حافظ. هلا اكيد بنشره اخبار عاديه ما راح يكون حافظ كل النشره. أكيد. بس مش ذنبه انه حافظ هون. يعني ما بنقدر نلومه انه حافظ. انت شو بدك توصلي هلا؟ ثانيه واحده عايزه بصل المشاهدين. اذا ما بتقطعني بوصل. هلا شو عم بتوصلي؟ اذا ما بتقطعني بوصل. ما انت هلا شو عم توصلي؟ اذا ما بتقطعني انا عم بوصل فكره كثير مهمه. اتركني انا ما راح اتركك لاني انا اللي عم بقوله انه مروى عملت كثير منيح لانه مروى ما كانت حافظه واحتفظت بالهيك اللي انقذ الجنيه. انا عايزه افسر بس للمشاهدين ايه هو الاوتوكيو. اديتي اداء جيد جدا. اعتذرتي من الجمهور بس ما كان لازم تحطي الحق على حالك. بتقولي في عطل تقني. مش اعذروني ليس عقلي معي. لا عقلك معي. تصرفتي كويس. بدي اقول شيء انه انا وقف معي الاوتوكيو. نعم. حظي يعني مروه معلش اكثر من مره. مش اثنين. طيب في مره. انا اعطي رايي وكمان كمان لا انا مش عايزه رايي. انا عايزه اوضح للمشاهدين عشان احنا عمالين نقول اوتوكيو فكتير من المشاهدين مش فاهمين ايه هو الاوتوكيو. الاوتوكيو اللي هو بنقرا منه واحنا بنشتغل. في كم من رايي هلا اتفضل دون مقاطعه لانه استاذ مفيد بده كمان يعطي رايه. انت بتقاطع حتى سالي. طيب. بتقطعها. انا اللي كنت عم بقوله اني انا بقدر احكم على مروه اكثر ما بقدر احكم على جنابي لاني شفت مروه صار معها حادثه. يعني صار معها مشكله هي وعم تقرا نشره اخبار. انا ما شفت جنابي صار معه مشكله لانه عم بتقولوا لي انه حافظ هيدا الخبر. لحظه فضل. انا ما شفت المشكله. انا هيدا اللي بدي اقوله. انا شفت مشكله اخرى عندك. طيب. هي باللغه. طيب هي نعم. طيب استاذ توني لا ما اوكي خليني اوصل الفكره. ممكن اتكلم؟ تفضل. خليني اوصل الفكره. تفضل. بقدر احكم على مروه واجهتها المشكله. اول مره تفادتها بشكل جيد. ثاني مره تفادتها بشكل جيد. ثالث مره يعني كنت بتمنى انك تكوني بنفس الحالتين اللي كانوا بالاول. ثالث مره يعني صارت الشغله شوي وترتك يمكن شوي او انت عرفتي انه هيدا مقلب عم ينعمل فيكم فاخذتيها بشوي هيك صار بلطف. بينما جنابي انا شخصيا ما عرفت انه وقف القارئ الالي. وحتى سالت لمنى قلت لها دخلك بس وقفوا القارئ لمروه ما وقفوها ل وقفوا لجنيبي. انا وقف لي الخبر. وقف لي ثلاث مرات او مرتين تقريبا. نعم. لكن ما قريت الخبر اللي موجود. وصلت المعلومه اللي عندي باختصار مفيد حتى المشاهد يفهم المعلومه اللي انا بطلعها. نعم. هذه فقط اللي صار معي. ثلاث مرات وقف معي لتوكيو. ممتاز. صار بيطلع فوق وبينزل تحت. فانا اختصرت الخبر كله نتيجة أن مروة المرة الثانية أنا عم بقول هالشيء لأني أنا ماني شايف قدامي القارئ أوكي. الآلي شو كان على الهواء. ما بعرف المشاهد إذا شايف. وضحت الفكرة بس كان عندك بعض الأخطاء اللغوية أو بعض الأخطاء في النحو. يعني مروة ما كان عندها خطأ أبدا. أنا ما بقدر أحكم. قلت لك لأني أنا ما شفت القارئ. نعم. وين وقف طبعا. وين طبعا. لا أنه القارئ مارق ورانا. أنا ما شفته شخصيا. مشان هيك أنا عم بقول يعني هني طلعت علي منى وليلى على اساس استاذ مفيد. هي الساعه كام؟ انه انا ثانك يو. شكرا. انه انا شكرا لك.
صوروني اني انا عندي شيء ضد جنيبي، اني انا عم بهاجم جنيبي لانه لا اكيد ما حدش في لجنه انتوا عم تدافعوا عن مشترك ما حدا هاجمه. يعني رح تنقلب عليكم ورح يفكروا انه انتوا بدكم جنيبي، خايفين انه الناس تتعاطف مع مروه، عم تظهروا انه هو ما غلط وما بده شيء. انا ب 18 اساسا انا لما اكون عم بعطي رايي بتمنى ما حدا يحور لي كلامي، لانه رح تحكي ورح تقولي كل كلامك. بتمنى هالشيء يكون متبادل. تفضلي. بتمنى هالشيء يكون متبادل. انا ولا مره حورت لك بكلامك، ولا مره فسرت كلامك. بتشوش. ولا مره قلت انه انا هنا قصدا انه هيك. اسمحوا لي بس اقول لكم انه اكيد ما فيش اي حد فيكم من لجنه التحكيم، لا مع جنيبي ولا مع مروه ولا مع اي حد من المشتركين ولا متحيز له. شخص ببين انه انت عندك مشكله مع الشخص الاخر. انتوا اصلا اللي غلط كنت عم بحب نوضح للمشاهدين كنت عم بحب. يعني الجمهور كمان فهمك غلط، يعني الجمهور فكر اني انا عندي مشكله مع جنيبي عم 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 بسوق وضع مروة على حسابه. كده انا حاسه انه بيقلق في انا الضرب دلوقتي. ما حدا يحور كلام حدا. كل واحد يعطي رايه خلاص. اقدر اتكلم في البلد دي؟ استاذ مفيد تفضل. انت اللي بتقدر تتكلم يا استاذ. في البلد دي. تفضل. اذا سمحتي هقول ثلاث نقط سريعين لايقاع الزمن تعقيبا على سؤال منى السعب ادجام دلوقتي. نمره واحد، ينبغي للشباب أن يصغي لأصحاب التجارب، فقد عانوا طويلا وصنعوا أشياء كثيرة من العناء الطويل، فتصبح آرائهم محل إصغاء مش محل اعتراض. صح. ده نمرة واحد. صح. نمرة اتنين، نمرة اتنين، مروة مش مروة صح؟ نعم. كنت هادئة حتى في تقبل غياب الأوتوكيو، وأنا اعتذارك قبلته وحبيته. الله يخليك. لأنه ده كان اعتذار منسوب من الرئة. الله يخليك. جنيني جنيبي جنيني جنيبي جنيبي جنيبي. بترجاك تسمع نصيحة محمد عبد الوهاب للفنانة العظيمة نجاة يوما ما، قال لها يا نجاة اثقي الحروف احساس. انا كلماتك في الخبر الاخيرة بقى تعمل كده، ومكسوف اقول لليلى هو بيقول ايه. اثقي الحروف احساس، لازم الجملة تستريح في بقك. آخر حاجة، أنا واثق تماماً في إنك كنت بتقرأ رصين، هناك فرق بين الرصانة والتجهم. شكراً. عفواً. شكراً لك. أعطيك العافية، نصائحك على عيني وعلى راسي بالفعل، لكن تعقيباً على مخارج الحروف وعلى الربكة اللي تقول عنها هو السبب الأوتوكيو فقط لا غير. لو كان الأوتوكيو كان شغال صح راح تشوفني ان شاء الله عجبك. شكرا على نصايحك، على عيني وعلى راسي. وقوف الاوتو كيو انتوا عارفين ان هو مقصود من البرنامج، ما كنتوش عارفين هي مفاجاه، ولكن ده بيحصل مع الكل، بيحصل معانا احنا كمان، وحصل معانا كذا مره انتوا عارفين. حصل معهم الشباب بقى. سالي. سالي. يا سالي، نفسي اتورط في مقلب مع منى. ليه ليه استاذ؟ لانه انا قاعد الليله المقالب هي المدينه، وانا لازم اقول جمله قبل والا اتعب. لا اتفضل. ارجو ان برامج المقالب تختفي من حياتنا. صحيح. لانه المقالب كلام جميل. نعم. صح. مقالب، برامج المقالب لا تصنع وجدان أمة. برافو. صح. بس صح. وانا بقول الكلام ده، بقول الكلام ده للراجل اللي بينزل المية وبيطلع في الهواء وبيصخرة وبياكل، يعني مش عايز اقول اسمه، وهو عظيم في المقالب وممثل محدود. ايه رأيك رامز جلال؟ انا بقول بصراحة، انما البلد بلد محتاجه انه الراجل المحترم اللي بيقرا النشره ومروه، انه لازم بياخدونا الدنيا للمعرفه.
إذ لما برنامج زي ده يأكد قيمة المعرفة نبقى احنا فعلا قدرنا نوصل. لما برنامج زي ده يأجل احساس ان المرجعية هي الكتاب وليس النت يبقى نجح. شكرا استاذ مفيد. شكرا ليك ليلى. انا طبعا مروة اتصرفت بشكل طبيعي جدا وزي ما بيحصل دايما، والبسمة الرقيقة والتصرف الرقيق. محمد حاول ان هو ينقذ الموقف، لكن اعتقد ان هو داخليا اتشد، ولانه حافظ حاول يتصرف بشكل اخر لان شاف المشكلة اللي حصل الاول عند مروة. وانا عذراه وعذره ان هو ممكن يكون ده فعلا خلى التشكيل او مخارج الالفاظ لانه مش بيقرا فبمخه. صحيح. عذراه، لكن كل واحد اخذها بطريقته. هي كرقيقه ابتسمت وقالت يوم مش كويس، هو اتشد وحاول ينقذ الموقف بكامل قوته، لكن اكيد هو من جوه كان متاخد يعني على حسب ما انا حاسه وشايفه. والله يكون في عونكم. انا بصراحه كل ما بيحصل فانا بقول الله يكون في عونكم، لكن حقيقي ده بيحصل كتير جدا. بالعكس نتعلم احنا من بيحصل كتير جدا. يمكن هي عرفت تتصرف لان عرفت تطلع الورق من جنبها. انت ما اعرفش ليه ما كانش فيه ورق جنبك او ما كانش فيه نوت. هم لزقوا الورق، كان ملزق، فهو شاف انه انا يعني عم بحاول اطلع الورق والورق ملزق. الورق كان متلزق. كمان مقلب في الورق. برافو. شكرا ليلى. لا انا اللي عندي سؤال، انا عندي سؤال مهم. هو انتوا توني ومونا بتعملوا فيا انا مقلب؟ يعني انا حاسه ان انا بفكر في المقلب دلوقتي. لا انا بس بدي اقول حاجه لتعليقا على التقرير اللي مرق بالاول، انه في حال لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله ما مشي حالك مذيعه، كوني على ثقه انه فيك تكوني سوبر وومن على الاكيد. واو. تفضلوا بوضع الدرجات. يا ترى جنيبي ولا مروة اللي درجاته هتخليه يكون في أمان؟ يا مروة يا جنيبي هيعدوا بالتحدي الثاني، وده معناه فرصة تانية. محدش يزعل، لسه الدرجات ما ظهرتش. المواقف الصعبة اللي بتعدوا بيها أكيد دي أول مرة تمروا بيها. بس جنيبي أنت جنيبي أنت مذيع قديم برضه. نعم. اشتغلت قبل كده مذيع متعاون في إحدى الإذاعات في دولة الإمارات. الإذاعات، أوكي. فدي أول مرة ليكوا أنتوا الاثنين أنتوا تشوفوا مواقف زي دي، لكن كل المذيعين بيعدوا بيها. مين مروة ولا جنيبي اللي قدر يحتوي الموقف؟ ده اللي هنعرفه من الدرجات. باقي درجة منى. لغاية دلوقتي المجموع لمروة 55 ولجنيبي 71، مروة 60 لجنيبي. مبروك لمروة. وجنيبي لسه قدامك تحدي تاني. 11 مشترك عدوا بتحديات ومواقف صعبة جدا النهاردة. بطلب من كل المشاهدين انتم ما تتخلوش عن المشاركين اللي معانا. صوتوا لمروة على رقم M17، اما محمد فرقمه M13. ايه نوع التحدي اللي هتواجهه دلوقتي دانيا زرزر من سوريا ولميس سلامه من مصر؟ هل هيقدروا يستدركوا الوضع وذكائهم ما يخونهمش؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. هدفي رح أوصل له غمضة تانية. أنا دلوقتي مهيئة للمنافسة الحاسمة. إذا لميس مفكرة حالها أقوى مني فهي بعد ما بتعرف مين أنا. لو دنيا فاكرة نفسها تغلبني غلطانة يا دودو. ما في مزح، لحظة ما رح ضيع لأوصل لهدفي. أكيد مش هتردد ان انا اضرب بقوه.
صباح الخير مشاهدينا ولكل اللي عم يتابعونا. صباح الخير لميس. صباح الخير دانيا، كيفك النهارده؟ الحمد لله انا منيحه، انت كيفك؟ الحمد لله. هنبتدي اول فقرتنا بايه النهارده مع مشاهدينا؟ رح نبتدي اليوم بفقرة الصحة واللي هي أغلى ما نملك الصراحة، ورح نتخصص بالحديث عن البدانة، كيفية التخلص منها وكيفية علاجها. الحقيقة أكيد ده موضوع هيهم أغلب المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا النهاردة واللي بيعانوا الحقيقة من السمنة. أكيد، وخصوصا أنه بنعرف أنه أغلب الناس بتحلم بأنه يكون عندها جسم مثالي، خصوصي هلأ داخلين على فصل الصيف وموسم السباحة، وبتعرفي قديش الشكل له تأثير على نفسية الإنسان، شو رأيك؟ المشكلة ان الناس اللي وزنهم زيادة دلوقتي يا دانيا بيحتاروا في اختيار التخصص اللي يلجأوا له لانقاص طبعا وزنهم، هل يروحوا لجراح التجميل عشان يعملوا يا عيني العمليات اللي بيسمعوا عنها زي شفط الدهون وتدبيس المعدة، ولا يروحوا لدكاترة الرجيم والدايت؟ وبيبقى المريض حقيقي في حيرة يرسى على انهي بر من التخصصات دي علشان طبعا يخس في اسرع وقت ويخلص من الحمل التقيل اللي هو شايله. بس خلينا يا دانيا نكون متفقين ان البداية دايما بتبتدي بالنسبة النظام الغذائي اللي بنحاول كلنا نيجي على نفسنا ونلتزم به مع دكتور صحيح. التغذية صحيح مظبوط، ولهالسبب رح نستقبل اليوم معنا الدكتورة ندى صقر من مصر لتحكينا أكثر على أنظمة الرجيم وطرق التغذية الصحيحة. أهلا وسهلا. حضرتك الدكتورة ندى؟ دكتورة ندى مشرفونا النهاردة. هو بس يعني مبدئيا أنا عايزة أرحب إن أنا موجودة في برنامج زي ده، حقيقي أنا فخورة إن أنا إن في برامج زي دي بتحتوي الناس اللي زيكم. بس أنا عندي رجاء بسيط، يعني لو الموضوع فيه أي هزار يعني يا ريت ما يكونش فيه هزار، لان انا مش هزار. دكتوره ندى هو يعني هو الموضوع اكيد ما فيهوش هزار، والسمنه هو مرض العصر الحقيقه، وما فيش مشكله ان واحد يبقى تخين او مليان، بس المشكله ان احنا ازاي نتخلص من ده وازاي نتغلب على ده. يعني كون ان حضرتك دكتور التغذيه متخصصه في الدايت دي حاجه طبعا كويسه جدا، كون ان حضرتك سمينه فده دي حاجة ما تعبكيش الحقيقة، ولكن احنا ازاي نعالج ده؟ واكيد حضرتك اكتر واحدة ممكن تقوليلنا لان اكيد بتشتغلي على نفسك اول حاجة. لا هو الفكرة مش فكرة بشتغل على نفسي او كده، هو الفكرة فكرة حرية شخصية. يعني هو بيقولك السمنة او مرض العصر تمام واضرارها معروفة كل حاجة، بس في حاجة اسمها حرية شخصية، الحاجة دي طالما مش ازياني خلاص. حرية شخصية معلش في ايه؟ يعني حرية شخصية ان انا اخس او لا؟ لا انا حابة شكلي كده وحابة نفسي كده. طيب. وعرفت انجح، يعني انا محقق نجاح، انا معروف انا مين، فمش لازم شكلي، انا مش طبعا مزيع. طبعا اكيد يعني طبعا في ناس بالشكل. انت ممكن تسمعيني؟ اتفضلي حضرتك. طبعا انت تهتمي بالشكل لانك مذيعه، لكن انا مش موضوع اساعدك لا لا يا حبيبتي سلامي. يلا اتفضلي. لكن انا مش مذيعه، فاهماني؟ عشان المشاهدين بس يسمعوا صوت حضرتك. أوكي. كويس معلش انا اسفه. اتفضلي علشان صوت حضرتك يبقى مظبوط. اساعدك معلش يا جماعه، احنا بنعتذر للمشاهدين، ولكن علشان نبقى قادرين ناخد المعلومه صح من الدكتوره ندى فلازم نسمعها كويس. اتفضلي كملي حضرتك. تمام. فانا الكاريري ملوش علاقه بالفاشن، ملوش علاقه بوزنك لازم يبقى قد كده. انا نجحت في ده فكملت في ده. تمام. ولو انا بعاني من حاجه بساعد الناس فيها، يعني بساعد. طيب اكيد. طيب خلينا على طول نخش مع حضرتك على اول سؤال عشان ننتقل لزينة. دانيا دلوقتي بغض النظر بقى عن حضرتك تخينه او مش تخينه، يعني دي مش مشكلتنا النهارده. طبعا حضرتك قلتي ان دي حريه شخصيه، ويعني كونك انك متقبله انك انت كده ويعني متعايشه فدي حاجه جميله جدا. يعني لا خالص خالص، بالعكس بتقولي دي حريه شخصيه وانا مبسوطه بنفسي. طبعاً دي حاجه كويسه جدا، ولكن في ناس ما بتتقبلش ده، لازم يكون عندنا الرايين الحقيقه. في ناس بالنسبه للناس اللي ما بتتقبلش ده، هروح لاغلب الاسئله الشائعه الحقيقه دلوقتي يا دكتوره ندى. في ناس بتقول انها رغم التزامها بالنظام الغذائي اللي يمكن حضرتك بتديه لاغلب المرضى بتوعك، الا انهم بيجي عليهم وقت معين وبيحسوا ان في ثبات في الوزن ما بينزلوش. ازاي بتتغلبي على ده؟ يعني على مقاومه الجسم للتخسيس. بصي هو اي حد بيبدا دايت المفروض ان هو بيتابع مع دكتور، المفروض ان الدكتور ده مش بيديله دايت يستمر عليه مثلا لمده سنه،
انت كل فتره جسمك بينزل او بيزيد او بيقف على وزنه، الدكتور لازم يكون ملاحظ ده، فلازم يغير لك. لو النظام ده مش ماشي معاكي المفروض ان انا بغير لك الموضوع ده. وبعدين ما ينفعش الدايت مثلا اللي انا امشي عليه انت تمشي عليه، لان كل فصيله دم معينه ليها الدايت بتاعها. طبيعي جدا بعد فتره لما بتستمري على الدايت ده تبص تلاقي نفسك ما بتفيش تعمليش حاجه. طب وبعدين؟ هستاذن حضرتك بس قلتي ان كل واحد. طيب دكتوره دلوقتي دكتورة، في ناس بتاخد النظام الغذائي من زمايلها وتمشي عليه. اول شيء انا حابه اقول لك بما انه انت راضيه عن نفسك فهذا اعظم شيء بالدنيا. كلياتنا لازم نحب حالنا ونحب شكلنا. بصي انا بس كيف ما كنا. انا اسفه انا اسمعش، ممكن نبعد عني انت شويه كده تقولي انت برج ايه؟ طيب بسالك سؤال. بعرف انه ادويه منع الشهيه هي كثير مضره ومؤثره على الدماغ بشكل خاص يعني، ولها مضاعفات سلبيه كثير بشعه مثل ارتفاع ضغط الدم، تسرع ضربات القلب وبتسبب القلق. بحياتك وصفتيها لشيء حدا من مرضاكي؟ تمام، في حالات معينه لازم تكتبي لها دواء، مش عشان هم عزيمتهم قليله مثلا وده عزيمته اقوى، لا علشان بتبقى يعني سبورت ليهم او ان هم بتزود شويه معاهم الموضوع. بس ما ينفعش اكتبها لكل البيشنت. بس يعني اذا هي يعني اثبتت دراسات انه هي مضره جدا للدماغ، ما هي مضره. كيف بتوصفوها؟ بصي هقول لك على حاجه، هي مضره انا معاكي جدا، بس الضرر اللي انا هتضره من الادويه دي غير اللي انت هتضريه. يعني غير الضرر ده، انت استقبالك للدواء غير استقبالي غير استقبالها. يعني انت ممكن توصفيها لمريض، لانه شركه طبيه ممكن لا تكون عطيتك دعم او رح يعطوكي مبلغ معين لحتى تروجي لها على حساب صحه المريض. الموضوع مش علاقه بالمبلغ، اصلا انا مش بعمل اعلان لدواء. ينفع او ما ينفعش؟ يعني بتقولي انه بينفع لناس وما بينفع لناس ثانيه. بس بينفع لناس في حالات معينه جدا وتحت لازم يكون اشراف دكتور، واستخدمي كذا وفي ميعاد كذا وبكميات معينه جدا. هستاذن حضرتك على فكره. على فكره لا ما والله خالتوني. نحن كان المفروض نقعد انا كده هحكي منكم والله سوري. نحن اسفين، المفروض نقعد طرف واحد. هنحاول ناخد اكبر قدر من الاسئله علشان وقت البرنامج وعلشان المشاهدين كمان يستفيدوا من معلومات حضرتك. احنا شكرا لميس، شكرا دانيا. هذا هو الموقف اللي تعرضوا له الصبايا، ونشوف شو راي لجنه التحكيم كيف تصرفوا معه. انا ملاحظتين سريعتين. لميس ما تركت مجال لشريكتها بالتقديم انها تحكي ولا كلمه، نسيت انه معها شريكه، كان كل همها هي فرجينا انه هي قد ايه بتعرف. بغض النظر اذا كانت بتعرف ولا ما بتعرف، مش هيدا الاساس. الاساس اني انا شفتها مع زميلي لها، مفروض يتبادلوا الحديث ويتشاركوا بهالمقابله. لغيت لها دورها نهائيا. بحاول احسن. دانيا 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 ما عرفتي اخذتي يعني ما عرفتي سحبتي منها هيدا الموضوع. حاولت بس ما حسيتك انه حبيت تكوني مهذبه يعني، ما عفوا بين هلالين، ما حبيتي تتوقحني وتاخدي تفرضي حالك بالقوه. اهم سؤال كان مفروض ينسال للضيف اللي معكم وما انسال، انتهيتوا باسئله ثانيه، انه انا اذا مريض او شخص بدي روح خسس حالي، رحت لعندك على العياده تتحكميني تتعالجيني وشفتك بهيدا الشكل، كيف بدي اعطيكي ثقه اني انا رح خس عندك؟ يعني اهم شيء اني انا رايح لاتعالج لخس، فت عند شخص بهالحجم اسم الله، وكانت هي عم بتقول انه حريه شخصيه وكذا، ولكن الثقه انا كيف بدي يعني انا رايح عند طبيب عيون وصلت عند طبيب عيون. بالنسبه لحظه بس لهذا الموضوع، انت بتعرف انه الشر البليه ما يضحك، على طول نحن بنروح لعند دكاتره عيون بيكونوا اول ناس بيلبسوا نظارات وبيعملوا لنا عمليات ليزر. قالت يا دكتور توني، هي قالت انا متقبله حالي وانا راضيه بكده، مش عايزه تشتغل يعني. سالتها بتشتغلي على نفسك؟ قالت لا مش عايزه يعني. انا قلت لها هي متقبله حالها، بس انت اذا رايحه تتعالجي عندها شفتيها بهالشكل بتتعالجي عندها؟ بس هي ممكن سؤال. هي ممكن تبقى وجهه نظر، بس جاوبيني على السؤال. ما هي ممكن تبقى انت دخلتي شاطرة. عياده بدك ممكن يبقى عندها مرض، اصل السمنه المفرطه ده مرض، ممكن يبقى عندها مرض بس دكتوره شاطره. انا عم بسالك، انت رحتي لعند دكتوره تتعالجي عندها ودخلتي للسمنه وشفتيها بهذا الحجم،
ترجعي لعندها ولا لا؟ على فكرة في دكتورة شهيرة جدا في مدينة نصر، بس أنا ناسية اسمها دلوقتي، عندها سمنة مفرطة وشاطرة جدا وبيروحوا لها كل سكان مدينة نصر. لا يخسوا؟ عشان يخسوا. لميس ودانيا، هو مش الفكرة إذا كانت يعني تخينة ولا رفيعة، المشكلة إنه هي ظهرت أور سوجي، يعني ظهرت خارج موضوع المقابلة، المقابلة مش عنا لإلها شخصياً، أنتم مش جايبينها هي كأنثى سمينة حتى تحكي عن تجربتها الخاصة، أنتم جايبينها كدكتورة اختصاص، يعني فبالأساس بلشت خارج الموضوع. ما عشان كده حاولت كان لازم موقف. كان لازم معلش كان لازم تقولوا لها نحن بنحترم رايك بس انت مش موضوعنا الليله، موضوعنا اسئله طبيه خالصه نحن بدنا نسالك اياها، يعني ما كان لازم انت تتفهميها وبفهمك ومش موضوع، يعني مش موضوعك انت، حلقتك مش عنا، وقال لك انت بتجيبي واحد رفيع وواحد تخين وبتقارني بيناتهم، هي ظهرت خارج الموضوع. دانيا بدك تكوني الحضور ما لا يرتجى ولا يؤخذ بالتهذيب، الحضور يفرض يعني ينتزع، بس السؤال ينتزع. انا يعني كنت كثير صعب عليك اسمع صوتها، خبرناهم انه صوتها كان كثير واطي وهي عطيتني ظهرها، انا عم بعمل هيك لاعرف شو عم تحكي. بس انت عندك دقيقه لو شو ما كان بدك تفرضي سؤالي وتفرضي حضورك وتسالي اللي عندك اياه، بس المساله كلها انه اجوبتها كانت خارج الموضوع، كان لازم ينحط لها حد، انت مش موضوع هيدا الحلقه وانت مش انت شخصك موضوع هيدا الحلقه، نحن عندنا موضوع طبي جينا نناقشه هون ناخذ منك نصائح. صح. استاذن حضرتك استاذه منى ان هي طبعا رأي حضراتكم طبعا يحترم واحنا شربنا المقلب الحقيقه، بس هي لما قالت لي انا مليانه ومش عايزه تريقه فقلت لها انه في ناس تاني برضو كنت مهذبه يعني بس طولت دخلت في السؤال، يعني قلت لها برضو في ناس يهمها، يعني اخذت تقريبا لميس بدنا نسمع اخذتكم محل ما بدها باقي لجنه التحكيم. انا شايفه ان انتوا تخضيتوا من شكلها وده طبعا غلط بالنسبه للضيف، اي ضيف جاي لكم، وعلشان كده لما لميس ابتدت الحوار ما ابتدتش في بترحيبها وبالاسئله اللي تهم الموضوع اللي انتوا بتكلموا فيه، فانا لميس خدت وقت ازيد ما كان المفروض تشاوري عليها علشان انا مشيت على السكريبت عشان هي تتكلم. لكن كمان لما انت كنت بتسالي يمكن لانك مش سامعه ديان، لانك مش سامعاها او لانك مخضوضه، برضو الرياكشن بتاعكم المفروض يبقى ثابت جدا وقوي جدا ومحترم الضيف بشكله وبعيوبه عشان تطلعوا بالنتيجه اللي انتوا داخلين عشانها توصلوها للجمهور. أكيد. وانا بصراحه ما لقيتش ده منكم انتوا الاثنين، حسيت ان انتوا يعني بتتكلموا على تخنها اكتر ما بتدوا مبرر، مع احترام سؤال. ان انتوا الاثنين محترمين حريه شخصيتها. لا انا سالتها سؤال عن موضوع الدواء اللي بتوصفه وهي حاولت تطلع عن الموضوع بس رجعت. بتمنى من المشتركين لانها مثلا نسمع اراء لجنه التحكيم للاخر، نحن شفنا ادائكم بدنا نسمع اراء لجنه التحكيم لحتى نعرف نقيمكم صح. طيب. شفنا الظروف اللي تعرضتوا لها وتفضلي مدام. وانا بشوف ان لو حتى كان الضيف بيرد رد مش ايجابي او ما بيفتش اللي انتوا عايزينه، المفروض ان انتوا تقللوا الكلام وتسالوا السؤال اللي بعدي او تقولوا نعتقد كذا او كذا، يعني ده اللي المفروض يحصل. لو على هوا فعلا وانتوا كده الناس ما اعتقدش هتشتغلوا تاني، يعني مش معنى كده ان انتوا على فكره كنتوا وحشين، بس انا بقول ما كنتوش، يعني انا بعتقد ان ده ابسط مقلب مر باللي فات. اوكي ما حسيت ان انتوا بس ثانك يو استاذ مفيد. خليني بعد اذنك اتكلم على بغض النظر عن المقلب، احنا عايشين على بحر من المقالب. مهم خليني اقول انه في حاجه اسمها المسؤوليه الفكريه للاعداد. انا املك كمذيع هتعرض لشيء خطير اسمه السمنة مرض العصر، ان انا ما اجيبش واحده 380 كيلو واحطها قدام الناس. لا ده انا بتكلم على التفكير الذي ينبغي ان يكون. انا سبت الفكره الحاليه، يعني سبت الضيفه، بس بتكلم على قيم. يا جماعه انا مش عايز اتكلم على المقلب،
انا بتكلم على قيم تفيد الولاد دول، انه في الاعداد انا اختار نموذج جميل رشيق، فهو اول درجة من درجات الاقناع، لانه لا يعقل انه مثل هذا الحجم، مع احترامي لكل سمينة في الدنيا، لا يعقل انه الست السمينة دي تبقى مصدقة. ليه؟ كانت اولى انها تعملها في نفسها، كانت اولى تشتغل على نفسها. ده انا بتكلم فيه من زاوية كيف نختار ضيوفنا، وبقول ده بغض النظر عن الصورة اللي طلع فيها البرنامج. اما بالنسبة لتعاونهم، انا كنت بعتقد انه محتاجين تعاون اكثر، يعني يخشوا مع بعض بطريقة جميلة تفاعل. انما اللي حصل جزء كبير جدا صمت، والجزء الثاني مناقشة طويلة. ارجو ان اوضح قيمة مهمة للمذيع، لا ينبغي ان يكون السؤال طويلا، ولذلك فان نصف عظمة السؤال الموجه من مذيع لضيف هو طريقة صياغته، وهذا موضوع يطول شرحه. شكرا استاذ مفيد. نطلب من لجنة التحكيم حط علامات للمشتركين اللي تعرضوا لهذا الموقف. طوني مخلص. من بدري. فاذا المواقف اللي عم نحطوا فيها المشتركين جديدة عليهم بتتطلب طبعا حنكة، وهون قوتهم بالتغلب عليها قد ما كانت صعبة. احنا بانتظار علامات اللجنة. دانيا ولميس، مين منكم؟ طوني حط 12 ب12، ظهرت العلامة. دانيا مبروك 53، انت بأمان. لميس انت رح تطلعي لتحدي تاني. دائما بنذكركم مشاهدينا انه تصويتكم هو اللي بيقدر يعمل الفرق. صوتوا لدانيا زرزر رقمها M6، اما لميس سلامة فرقمها M12. مثل ما انا شايفين التحديات صارت صعبة اكثر واكثر، وشطارة المشتركين وسرعة بديهتهم واحدة واحدة بتقدر تخلصهم بهالمرحلة. شو راح يصير مع الباقيين؟ انطرونا بعد الفاصل. أكيد هنشوفك في إطلالات تانية في خلال الحلقة، منورانا النهاردة. ميرسي فنان. ال 11 مشترك اللي معانا مش عارفين إيه اللي مستنيهم في التحديات، والهدف إننا نعرف قدرتهم على احتواء المواقف الصعبة. أستاذ مفيد تفضل. إيدا التي غنت مادلين مطر ترفض توقيع الزمن عليها وهي 52 كيلو أجاد الله توزعهم. والله يا أستاذ مفيد وجودك معانا مفيد جدا جدا جدا. يعني هيدي خفة الظل، دي خفة الظل اللي كنت عم بحكي عنها بأول حلقة. شكرا يا منى. اللي بتترافق مع الذكاء. شكرا يا منى. وباقي معانا ثلاث مشتركين، زي ما قلت في أول الحلقة إن تهاني كانت تعبانة وراحت المستشفى، وبرغم تعبها إلا إن هي ضغطت على نفسها وهتعدي بآخر تحدي في أول جزء من حلقتنا النهاردة. والتحدي الأخير هيكون ما بين ثلاث مشتركين، الاثنين اللي هيحصلوا على الدرجات الأعلى هيكونوا في أمان، أما الثالث فهينضم لباقي المشتركين اللي هيواجهوا تاني تحدي بعد لحظات. بعد شوية هنشوف على المسرح خلود أبو طالب من السعودية، ممدوح الشناوي من مصر، وتهاني عبود من فلسطين. خلينا نشوف هيعملوا إيه.
الشناوي، ممدوح الشناوي. بيتكلموا عن عضلات وقوة خارقة وعقل، يبقى كده بيتكلموا على عبد الله. شناوي انت مراقب على الهواء والخطر صار حدك من الشياطين. لا تتكل على الكاريزما، انتبه من اللي جنبك يا شناوي. الخطر يعني ايه؟ الخطر عليكم انتوا. تهاني انا ما اعرف الاستسلام، والخطر قريب منك انت. خلود خلي عيونك 10/10 لانه الخطر صار كثير قريب. تهاني خلود استنوني على المطرح. عمالقة كرة القدم، شفنا من شوي مباراة مأساوية للمنتخب البرازيلي في مواجهة العملاق الألماني. الماكينات الألمانية سجلوا 7 أهداف صاعقة في شباك البرازيل وعلى أرض البرازيل وأمام الجمهور البرازيلي. أتوقع فعلا المقولة اللي كنا نسمعها كثيرا أن البرازيل وأرض البرازيل منحوسة ثبتت اليوم. الحقيقة يكاد يعجز لساني عن التعبير. ممدوح أتوقع ألمانيا بعد هذه المباراة التاريخية تدخل التاريخ من جديد من أبواب كبيرة. لا ده أكيد، ده ما فيش أي نقاش في الموضوع. وكمان الماتش النهاردة فكرني بماتش فرنسا 98 لما فرنسا بكل شياكتها كده وبالأناقة بتاعتها كسبت 3-0، بس دي فرنسا. النهاردة ألمانيا بقى ماكينات ما بتحركش، كسبت 7-1. زلزال في ريو دي جانيرو النهاردة بالشكل اللي عملته الماكينات الألمانية ما كانش متوقع النهائي للسامبا البرازيلية. كمان أقدر أقول لك أنا اللي صعبان عليا حاجة واحدة، الجمهور 58,000 متفرج قاعد في الاستاد بيتفرج وبيشجع، غير المليارات اللي بيشجعوا البرازيل والسامبا. يجي يقول لا قول النهاردة كده بالشكل ده، أنا كمان برضو كنت مصدوم زيك النهاردة. بس بمناسبة الجماهير ما تيجي نشوف ردود أفعال الجماهير ونعرف إيه اللي بيحصل وإيه اللي بيدور بينهم مع تهاني زميلتنا. تهاني ممدوح كيفك؟ ممدوح صح، حلم الشعب البرازيلي تحول لكابوس صنعته الماكينات الألمانية بسباعية صادمة. هذا الكابوس يلي شافوا الكثير منا لعنة حتلاحق تاريخ البرازيل عالمياً يلي اعتاد على النصر لمدة 5 كؤوس. هذا الجمهور إذا بدي أحكي على الجمهور هون فأجمع. الله يا تهاني، احنا كلنا مستغربين على اللي بيحصل النهارده بصراحه. الجمهور هون اجمع انه المباراه فازت بالفعل البرازيل بس كأسوأ منتخب. اكيد اكيد لازم يحصل كده النهارده، بس كأسوأ منتخب على مدى ال 20 دوره لكأس العالم. فالاسباب قالوا انه اول شيء لتشكيله المنتخب الخاطئ وللعب بطريقه فرديه، والسبب اكيد مدرب الفريق سكولاري. اذا بدي احكي على الجمهور الالماني فهو وجه تحيه وهي دوتشلاند. توجيه تحيه برضه، انا واثق ان جمهور المانيا وجه تحيه. هي التحيه ممدوح، وجهوا تحيه لمنتخبهم وهو دوتشلاند هات جوفين واللي بتعني مبروك لالمانيا. اما البرازيل فحالات البكاء والاغماء كانت مسيطره على المكان، وكانت بعد الهدف الثاني اللي سجله الهداف كلوزي بعدين صار في مغادره للملعب قبل نهايه الشوط الاول، ونتج عنه حرق صور لرموز ولاعبين منه نيمار، على الرغم من انه نيمار ما كان موجود. كمان بدي اقول لكم انه هون كنت حابه اعمل لقاءات مع الجمهور بس اكتفوا انه يقولوا مبروك، اما انا فحاكتفي. ماشي تاني، هنرجع لك تاني عشان نستفسر منك اكتر ونعرف حاجات اكتر من عندك تاني. خليكي معانا متواصله. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الاهداف بتاعتنا ونشوف ايه اللي حصل في ماتش النهارده 7-1، الرقم اللي كان غريب. النهارده مولر في الافتتاح جاب جون في الدقيقه 11 وجون ما كانش متوقع نهائي، ازاي مولر هيعمل حاجه زي كده؟ وفي الدقيقه 23 كلوزا فاجئنا بكوره تكتيكيه من الدرجه الاولى، اللي كلوزا يوصل لانه يوصل يعمل كده وقدام مين؟ السامبا البرازيليه. ده غير بقى الجونين اللي جون في 24 وفي 26 من توني كروس. توني كروس عمل النهارده يعني دخل النهارده الفارق اللي بين الدقائق اللي احنا مفيش. ما فيش 23 24 26 ما في فارق ابدا فعلا، ما كانش حد متصور. وكلوزا النهارده برده حطم رقم قياسي، احنا هقول لك عليه بس اديني شويه كده هقول لك كل حاجه. وفي الاخر الشوط الاولاني لما جه سامي خضيره ومسعود اوزيل 1-2 ما اروع من كده ما شفتش. في الاخر جه الجون الخامس وخلص الشوط الاولاني.
انا ما كنتش متوقع اللي يحصل كده بصراحه بشكل اولاني خالص. رغم انه نذكر الجمهور ممدوح انه البرازيل والمانيا وصلوا الى هذه المباراه العملاقه، مباراه تاريخيه بسجل خالي بتاتا في هذه المسابقه من اي هزيمه. لا بس هقول لك حاجه، الشوط الثاني انا قلت بقى اللي فعلا هم هيجوا يقربوا وهيعملوا حاجات كثيره مع بعض الفرق على ارضهم، لكن اندري شورلي جه في 69 وفي 79 جاب جونين قال اي حد كان بيشك في المانيا ما يشكش خلاص، ماكينات المانيه هي عارفه نازله تخلص. وجي اوسكار يا عيني بس اخر جول اللي جابه ده لحفظ بقى الوجه، عايز يجيب جول يعني، هو احنا جبنا جول تفرحوا في اخر دقيقه. ونحن كمان جبنا جول، هو يعني بتعرف الاستوديو كثير قريبه من الملعب بيفصله بس مسافه كثير قريبه، بس اللي ما من توقعته انه يكون في توم وجيري. لا ده العادي، المهم احنا خلينا في شغلنا. احنا هنتكلم فيه توقع المباراه اللي شاهدناها من شويه هون، حابين تعبينا حابين الاخراج يحطونا توم وجيري بما انه برازيل والمانيا ففايتين بالكرتون. مقاربه من جد غريبه، توم وجيري والمانيا والبرازيل. طلعنا بره الموضوع ده، انا عندي شويه ارقام قياسيه عايز اقولها على المانيا النهارده عشان اقول لكم المانيا عملت ايه في البرازيل. ادوني فرصتي. المانيا اكبر منتخب في تاريخ كاس العالم دخل نهائيات 8 مرات. كمان المانيا هجوم تاريخي ليه اللي حقق 223 هدف، وده كده حقق اللي هو ضرب كل ارقام القياسيه بتاعت البرازيل ده في الفتره الاخيره. كمان المانيا سجلت 5 اهداف في 29 دقيقه، وبده يبقى اول فريق يعمل كده في كاس العالم انه يسجل اهداف في مجموعه الاهداف دي كلها. كلوزا النهارده هداف تاريخي ب 16 هدف ولسه عنده الماتش النهائي ب 16 هدف، ده حاجه برده حطم بيها ارقام كتيره. وتوني كروس الهدفين اللي سجلهم اللي قلت لك فيهم رقم قياسي، الهدفين دول في 69 ثانيه. كل ده مش مشكله عندي، اسكولاري النهارده كان فين؟ فين المدرب بتاع البرازيل؟ ليه ما استعانش بروبينو؟ كاكا اللي بيلعب في اي سي ميلان ومحقق السنه دي انجازات، فينه وبينهم قعدوا على دكه الاحتياطي؟ اتوقع لاعبين بس هم اللي بيخليه يعملوا كده. اتوقع برايي المباراه اللي شاهدناها من شوي تثبت وجهه نظري المتواضعه، برايي انا غياب نيمار جاب العار بكل صراحة. عادة غياب قائدين الفرق في العالم يترك أثر وفراغ كبير في اللعبة وفي تشكيلة اللعبة، حتى لو كانوا مهيئين مشاهدينا بخطة محكمة من المدرب. فنشوف أن خطة سكولاري اليوم في مباراة اليوم كانت في حالة انهيار أمام الماكينات الألمانية، لكن المفاجأة ممدوح تهاني الغضب اللي شكرا بلود تهاني ممدوح شكرا. طبعا تفضلوا. اول شيء بدي احيي تهاني اللي اليوم تجاوزت اللي صار معها واجت الوعكه الصحيه واجت المستشفى لتشارك معنا خصوصي. وهلا بدي نسمع من لجنه التحكيم اللي عملته اليوم تهاني. قبل ما ندخل بالمشهد او اللي شفناه اليوم، هو اكبر دليل على الاحتراف، لانه المقدم بغض النظر عن اللي عمل يصير معه بالبيت، عن احواله الخاصه، عن صحته، عن يمكن اي مشكل صاير معه، بده يكفي البرنامج الخاص فيه، وهيدا اللي عملته. بس بدي اطلب منكم تريحوها شوي لانه دايخه وتقعدوها على الكرسي، نحن بنعطيكي علامتك من الكرسي. بس معلش، بس بدي اشكر عن جد مثل ما قلتي حضرتك انه المهنه بتعلمك شغلات من جديد، بتصير تتعلمي كيف تحترمي الاشخاص اللي جايين يحضروكي، وكيف انه في كمان بتكتشفي انه في من وراء كل هاي الكواليس في عالم كثير عم بيساندوني، بشكرهم كلهم لانه من الصبح لهلا معي ما تركوني لحظه. من مشتركين كوردينيتر وكلهم على راسهم اكيد بارك وشام، شكرا كثير. يا ريت توصلها لانه دايخه، بدنا نطلب منكم توصلوها. نعم من ناحيه ثانيه، انتم يمكن مش عارفين اللي صار وراكم، هيدا مقلب عشان يحطوا لكم اياه. اشارت له تهاني، كان لازم انتم تشيروا له بنوع من الضحكه او تطلبوا من فريق الاعداد او من القيمين انه غيروا لنا اياه. يحسب لكم انكم كفيتوا بالرغم من كل شيء، يعني ما تلبكتوا، بس كمان كان لازم اللي عم بيشوفوه الناس تعلقوا عليه انتم وتاخذوه بنوع من الضحكه. هذا اللي عندي احكي. وانا حاولت اعمل كده لان انا قلت لهم حتى خلونا نركز في الارقام القياسيه بتاعتنا ونسيب اللي بيحصل على الشاشه، الناس كلها اتفرجت على الماتش واحنا دلوقتي بنحلل، فالمهم صورتنا احنا اللي موجوده من صوره توم وجيري، ممكن يكون غلط في المونيتور، فقلت مش مشكله هشتغل زي ما انا ومش هقف. كنوع من الفكاهه تشبيه يعني، كان لازم
كان لازم تعطونا الملاحظة بشكل مباشر، يعني ريجي شو عم بيصير معكم؟ ليش عم نشوف توم أنجري؟ يعني لازم كنتوا يعني تشيروا للمشكل اللي صار، بس يحسب لكم انكم كفيتوا كمان. بس انا اشرت. اشرتي انا قلت ما عدا تهاني. ما عم بسمع. نعم. استاذ مفيد. انا بعتقد طبعا اللي على يسارك ممدوح. 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 ولد على باب ملعب كوره. ملعب صح. دي شهاده، والله دي شهاده. صحيح. شكرا استاذ مفيد. والمذيعه واعيه رياضيا. بس يا ربي اللي بيكتب هذا الكلام كنت اتمنى اسمع حاجتين، انه هذه الجماهير الغفيره اللي بتتفرج على البرازيل سيد الكره في العالم ليس في الجماهير شغب، وهناك تحضر لدى المتفرج في العالم للكرة، وهناك احترام اللاعبين لصفارة الحكم. يا ربي هفضل طول الحياة طول ما أنا عايش على هذه الأرض أطرح القيم التي ينبغي أن تدخل في غمار الشخصية العربية لكي نكون أعظم وأبدع طالما أن لنا مواهب. طبعا بدي أذكر أنه المشتركين هم اللي كاتبين الحوار اللي عم يقولوا كانوا. تفضل توني. ما فيك مدام ليلى بدها طلب الكلام. تفضل توني. تفضل. طلبت الكلام تفضل. لا لا ما طلبتش. تفضل. خليني أبدأ أولا. أنا مع تهاني انه الليله ما تتحسب النقاط لتهاني، ما ينحط لها نقاط، خليها قاعده بالمكان اللي قاعده فيه وتنتقل الى الحلقه المقبله. لان انا شخصيا، ومش انتقاد لما قالته احسن ما تفهم خطا، يعني انا بفهم خطا، مش انت احسن ما تفهم تفهم. الاحتراف ليس أن تكون مريضاً وتأتي إلى برنامجك. الاحتراف إذا عندك مشكلة عائلية، مشكلة شخصية، أزمة كذا، إنك تتخلى عنه وتجي. بس أنا عامل حرارة سخونة، عامل ثلاث حقن جاي من المستشفى، إجي أطلع أعمل برنامج، لا، هذا مش احترام للمشاهد. يعني أنا بالشكل اللي طالعة فيه اليوم تهاني، يعني مش ممكن تقدر تشوفها، يعني رح تكون قاعد بالكرسي ببيتك، أي ساعة بدك تركض تلمها قبل ما توقع يعني. بس يمكن ما يكون في بديل عنا. حتى ما مش ممكن تطلع بهالشكل على الهواء، ولا ممكن. يعني مثل واحد لاعب فوتبول محترف يكون عنده اصابه كبيره يرجع يلاعبوه بالملعب، هذا مش احتراف. اذا اعتبرنا انه هي مراسلتنا من البرازيل مثلا، شو بنعمل؟ انا مشان جمهور البرازيل والمانيا بس. بدك تحددي يا برازيل يا المانيا. مع المانيا. انا مع المانيا. زعلتيني، شو بدي اعمل؟ هيدا الموضوع. انا بطلب من اداره البرنامج. اداره البرنامج توني بتفضل انه تحطوا علامات، اذا بتحب تعطيها 20 لتهاني. لا ما بعطي 20. او بتحب يعني تعطي. انا مش عم بعطي نقاط عاطفيه. مفهوم. انا بعطي نقاط على الاداء اللي قدامي. انا الاداء لتهاني اليوم ما بحط عليه نقطه، لانه تهاني بوضع غير قادره جسديا وصحيا وبالتالي ذهنيا انها تقدم اللي هي قدمته. لهالسبب انا بتمنى انه تهاني تكون اور كونكور لليوم، يعني خارج المسابقه. اما فيما يتعلق بممدوح وبخلود، شف لو انا عم بحكم عليكم كمقدمين او مقدمين لبرنامج رياضي، بحط لكم نقط وبعطي رايي. انا اليوم عم نحكم عليكم انتم موجودين على هوا وصار معكم مشكله مثل ما صار مع زملائكم اللي قبل. انتوا اعتبرتوا انه انتوا عم بتقدموا برنامج بالمريخ، واللي عم بيصير على الارض انتوا غير معنيين فيه، بس انتوا نسيتوا انه المشاهد ببيته قاعد عم بيسال شو عم بيصير، خيي شو جاب توم انجيري على الشاشه، وانتوا مش عاطينه ولا اي اهميه نهائيا للموضوع، ولا حتى توضيح ولا حتى اعتذار على اللي صار. انا هيدا بعتبره بس ليلة. إذا هيدي النقطة الأساسية عفوا قبل ست ليلى، بتكون تهاني جابت أحسن علامة لأنه هي الوحيدة اللي أشارت للموضوع. هذا بيرجع. طيب
تقييمكم إدارة البرنامج ترتقي أن تحطوا العلامات لتهاني. نعم. ليلى. مدام ليلى. أنا بحيي جدا تهاني على حضورها وعلى تمسكها. أنا حاسة أن هي النهاردة في امتحان مهم جدا، وكلنا معيين أيام الامتحانات، وكلنا عملنا كل حاجة علشان نيجي ونثبت أن احنا قادرين أن احنا نخش الامتحان ده وننجح. وأنا أعتقد أنها بالرغم أن هي تعبانة، ولكن في كلامها وانا بسمع صوتها، حتى انا ادور، قعدت ادور هي فين لاني مش عارفه الف، فالتفت وشفتها وهي بتتكلم، وهي بتتكلم انا ما حسيتش ان هي تعبانه، لانها ان جوه اللي هي بتقدمه، فعلى ده بحييها. زي ما هي، لكن لما خرجت بره الكرسي وبره المكان بتاعتها خلاص سابت نفسها على طبيعتها، وده طبيعه، فانا بحييها. وكانت كويسة وهي بتدي رد الفعل في الاستاد لو احنا بالدور اللي هي كانت قايمة بيه، فأنا شايفة ان هي كانت كويسة بكل الظروف اللي هي قامت بيها. هلا بطلب من لجنة التحكيم تحط العلامات. وزي ما قالت منى ان هي الوحيدة اللي اشارت. طبعا ممدوح كنت كويس، خلود كنت كويسة، بس انتوا حسيت، خد بالك ممدوح ماتش قديم احنا عارفينه وحافظينه ومحضرينه، لكن لو ده ماتش لسه معروض دلوقتي على الهوا مش هيبقى عندك كل المعلومات الدقيقة دي والتعليقات الصحيحة كلها، لكن كنت هتبقى عندك حاجات كاتبها، وكنت هتتشوش لأنك عايز حاجات تفكرك باللي انت بتقوله. كان لازم انتوا الاتنين تعتذروا ان في خطأ من الإخراج أو من الإعداد. كان لازم تقولوا يا جماعة انسوا الصورة دي، احنا بنحاول نعيشكم في ده بظروف خارج على إرادتنا. انتوا ما توترتوش عشان انتوا مستعدين لكل اللي هتقولوه، وما فيش حاجة يعني عقدكم. ايوه تأكيدا على اللي قالته مدام ليلى. انا بعتذر، سوري يا استاذ. تفضلي. لكن كأداء وكتحضير وككل ده ممدوح كنت كويس قوي، وكمان خلود كويس قوي، مع ان انا عارفه ان انت مش رياضيه. تاكيدا على اللي قالته مدام ليلى، لما صار توم اند جيري على الشاشه اجت بوضع لما حضرتك قلت تعالوا نشوف الاهداف اللي تسجلت. يعني هون مفروض نكون عم نشوف اهداف وانت عم بتعلق على الهدف، انه انا نازل بالطابه اعطيت الباس اخذنا الجول. هيدا الموضوع. فبدل الاهداف شفنا توم انجيري وانت عم بتعلق. طيب مثل ما قالت مدام ليلى، لو نحن هذا الماتش مش شايفينه وحاضرينه وحافظينه كنت راح تقول شو على الهواء؟ العلامات لو سمحتوا. عايز اقول حاجه لو مشوا. قيس، ولا حد جاب سير تحضر الشعوب، ولا حد جاب سير احترام الحكم، ولا اي شيء، كاننا فل الفلالي وما بنتعلمش من العالم ولا من مباريات العالم. اسكت؟ لا عم نسمعك يا استاذ. اصل هما من كوكب تاني مش على الارض، فمش عارفين اللي حضرتك قصد تقوله. يمكن لا، هو المشكله كلها اللي انا اللي كنت كاتب السكريبت بتاعي وهي كتبت السكريبت بتاعها وهي برضو كتبت السكريبت بتاعها. الموضوع ان تعب تهاني خلانا كلنا تحت ضغط، ما لحقناش نطلع بالشكل الصح للملعب. يا جماعه يعني يا جماعه، في برنامج زي ده من شاف على الدنيا كلها كلمة مفيدة تسري في الوجدان، كلمة لها قيمة، معنى مهم يتسرب، فكرة جديدة تعمل شكل من أشكال التحاور مع العقل، ضرورة. شكرا على التوضيح. ممدوح تهاني. معلش سؤال، واقفين ازاي؟ خلود ممدوح تهاني. خلود في الاول، خلود الاول، ممدوح في النص، تهاني في الاخر. العلامات مش على ادائكم كمقدمين، العلامات على تعاملكم مع المقلب، مع الموقف. فاذا نحن بانتظار علامات لجنة التحكيم. خلود، ممدوح، تهاني. طوني عطى 10 10 10 للمشتركين الثلاثة. ليلى عطت 16 لخلود، 17 لممدوح. استاذ مفيد 14 لخلود، 19
لممدوح 16 لتهاني، ليلى عطت 18 لتهاني، فإذا نحن بانتظار نتيجة. أنا صار عندي بس تقنيا مشكلة. فإذا العلامات لحد الآن 44 لتهاني. أنا سببة. أوكي. مش البرنامج هالمرة. 46 لحد الآن لممدوح، 40 لخلود. ونحن بانتظار نشوف نتيجة منى أبو حمزة لتكتمل النتيجة النهائية، نشوف مين من المشتركين رح يكون بأمان. تهاني أنت بأمان 63 درجة، ممدوح أنت كمان بأمان 60 درجة. تفضل فيك ترتاح مع زملائك. خلود رح تخوضي تحدي جديد، المنافسة اللي جاية المهمة كبيرة، بتوقع على عاتق الجمهور لأنه بيحمل بتصويته كرت الخلاص لواحد من المشتركين بنهاية الحلقة. صوته لخلود على الرقم M4، أما ممدوح فرقمه M19 وتهاني رقمها M3. من أصل 11 مشترك، 5 حصلوا على علامات القليلة وبالتالي رح يخوضوا تحدي جديد، أما الباقيين فما كتير رح يرتاحوا لأنه مهمة الأسبوع ممكن تغير الترتيب وكل المقاييس. مين رح يغادر مذيع العرب بعد الفاصل؟ انطرونا. رجعنا لنكمل أحداث الحلقة من برنامج مذيع العرب. أول تحدي انتهى، 6 مشتركين بأمان و5 للأسف رح يخضعوا لتحدي تاني. هذا التحدي بيطلب منهم يعلقوا على فيديو هن بيعرفوا موضوعه بس أول مرة بيشوفوه. مطلوب منهم أن يحكوا أول ما الضوء بيضوي قدامهم. الـ5 مشتركين رح يسبوا 4 لأن واحد منهم رح يغادر، والفيديو رح يشوفوه عن حائط برلين. بالتوفيق للجميع. مشاهدينا الكرام، كما نرى اللون الأخضر والأحمر، إنها بداية وحدة قاتلة بين ألمانيا الشرقية والغربية بسبب الاتحاد السوفيتي. نرى الآن مخطط البناء والحراسة المشددة على هذا الجدار التي تمنع قيد الحرية على ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. فما ذنب حائط برلين الذي تم بناؤه بغرض فصل شرقها الشيوعي عن غربها الرأسمالي. نشاهد الآن الملايين من الشعب الألماني يحاولون التسلق والعبور هنا. هم سبب، أبناء ألمانيا هم سبب في تحطيم حائط برلين. نرى كثير يتسلقون يحاولون العبور لكي يلاقوا عوائلهم وأقاربهم. نذكركم أن الغرض هذا اليوم الذي أسس لمرحلة تحول تاريخية في تاريخ البشرية هو يوم اتحاد ألمانيا، هو اليوم الذي انتصر فيه الشعب الألماني بعد 40 عاما من التقسيم والتجزئة. نلاحظ كيف يحطم البرلينيون هذا الجدار، جدار الفصل العنصري الذي بعدهم عن أبناء شعبهم. هذه أجزاء أيضا من الجدار ستحول لاحقا إلى تحف فنية. كما نتابع مشاهدينا الآن بوابة برندنبرغ اللي عدت قدامنا دلوقتي، أول فعلا حجر يقع من الجدار، جدار برلين، على يد الألمان بعد أكثر من 28 سنة من الانقسام والتفرقة. كما نشاهد العمال الآن، كما نشاهد اليوفط مشاهدينا التي تشير على فرحة الألمان الذين تجمعوا أمامنا اليوم أمام جدار برلين، تجمعوا ليشاهدوا هذا اليوم. جدار الدكتاتورية، جدار الدكتاتورية، جدار العار الذي قسم قلوب شعب ألمانيا قبل أن يقسم شعبها. كل عام يحتفلون الألمان بسقوط هذا الجدار الذي سقط في 9 نوفمبر لعام 1989. الحرية، العدالة، السلام باللغة الألمانية، فريدن أوند جيستشكاين أوند أب هينكشكايند، هذا هو المثال الأكبر للعرب. حتى يروا ما فعله الألمان يفعلوها الليلة. شكرا للخمس مشتركين.
وبعد ما شفنا المشتركين في الجزء الأول اللي كان فيه بعض من الضحكة بسبب المقالب اللي عدوا بيها، شفنا المشتركين في التحدي الثاني في موضوع تاريخي. يا ترى قدروا يعلقوا عليه ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه من لجنة التحكيم. وأحب أفكر إن كل واحد من لجنة التحكيم من حقه إنه يخلص مشترك واحد بس من المشتركين، وبالتالي هيتبقى مشترك هيفارقنا ومش هيقدر يكمل مشواره في برنامج مذيع العرب. ابتدي باستاذ مفيد. وانا افصح عن اللي انا هختاره ولا بشيله لنفسي؟ لا حياتك هتفصح عنه هتخلصه وهينزل يقعد مع مع زمايله اللي في امان. ده مفروض نشرة اخبار؟ لا المفروض ان هم بيشوفوا تعليق بالتعليق على فيديو شايفينه عن حائط برلين. اوكي. ساندرا عجبتي عجبتي يا بختك يا ساندرا. ليلى سوسن سوسن باقي محمد الجنيبي لميس جنيبي منى مبروك جنيبي انت في امان. ما بين خلود ولميس توني انت اللي هتقدر تخلص واحده فيهم والثانيه انت عارف ان هي يعني سوسن وساندرا اسهل اختيارات. باقي معانا خلود ولميس. ده مش برنامج ده مستقبل. ده مستقبل صح. قول فلانه وهي الثانيه ستكمل الحياه تشتغل على نفسها. صح. صح. بس يعني اعتقد انه انتقلنا من مرحلة الشد الاعصاب عند المشتركين لشد الاعصاب عندنا نحن هلا، دخلنا بمرحلة انه اي شخص هلا بده يغادرنا هو كان مرشح بقوة انه يكون معنا للنهائي، يعني هاي المشكلة الكبيرة. خش في الموضوع. ما نخش في الموضوع صعبة، يا ريت كان يعني يا ريت بلشوا من عندي وانتهيوا عندك يا استاذ مفيد لشوف شو كان بدك تعمل. يا اخواتي طيب اكيد المشتركين دلوقتي مستواهم بقى متقارب جدا يا توني. انا بجير لمنى هي تختار من سيغادر ومن سيبقى. انت وانا نفس الشيء. لا لا انا بجير لك. سوسن بتضل. مين؟ سوسن بتضل. عفوا بدون لميس بتضل. لميس بتضل. مبروك لميس. خلود. بس لميس. لميس. أتمنى إنه الأستاذ توني هو اللي يكون له أحقية في الاختيار مع احترامي لك يا أستاذة منى. أكيد أكيد. أنا بس بدي أقول شغلة إنه أنا مع إني مقدرة كثير التقدم اللي عملتيه من لما رجعتي على البرنامج، بس أنا عم أحكم على الباركور كامل يعني، بس أكيد أنت إلك حق تطالبي بأستاذ توني. أنا جدا سعيدة لأنه وصلت لهذه المرحلة وأتمنى أكون يا رب رفعت رأس بلدي السعودية وقدرت أثبت وجودي تحديدا بعد ما رجعتيني، وأنا شاكرة لكم جميعا لكل القائمين. فعلا تعلمت كثير من خلال وجودي بمذيع العرب وانا هكمل مشواري وهتعلم واستمر الطريق من هنا بدا. برافو خلود. واكيد احنا كلنا انت هتوحشينا جدا ونتمنى ان احنا نشوفك قريب جدا على الشاشات ان شاء الله. مذيعه كبيره وناجحه إن شاء الله. بدي انا بس اقول شغله من خلال خلود لكل السيدات السعوديات. اليوم انت كسرتي بمجيئك حاجز كبير، حاجز من الخوف، ما عم بحكي لا عن التقاليد ولا عن العادات. اليوم بوجودكم انت ورقية وبتذكريني شو كان اسمها الصبية التالية؟ أسرار. أسرار. انتم كنتوا خير مثال عن المرأة السعودية اللي تمتلك التي تمتلك كل الكفاءات وتمتلك ما يكفي من الذكاء والثقافة والوعي
والإلمام بأنها تكون حاضرة بجميع المجالات. تحية من خلالك لكل النساء السعوديات. فعلا فعلا. شكرا مورا. أستاذ مفيد تفضل. تحية لامرأة سعودية تغرد خارج السرب. الله. أظن هتمشي وأنتي مش زعلانة. خلاص. أكيد طبعا أنا وصلت لمرحلة أكثر من رائعة، تعلمت فعلا كثير سواء من لجنة التحكيم، سواء من المشتركين، سواء من الأساتذة برا، تعلمت كثير فعلا. هذا الشيء ثقل فيني، طلع فيني إمكانات أنا ما كنت أتخيلها موجودة فيها. أنت فعلا اتقدمتي كثير جدا جدا غير الحلقة الأولى. برافو، ميرسي يا خير. شهادة أعتز بيها منكم جميعا. دلوقتي جه وقت إن أنت تسلمي الميكروفون الفضي إن شاء الله اللي خلاكي تكملي معانا حلقات الهوا. وكده نكون بنفارق خلود من السعودية. ودلوقتي كمان أول مشترك بفارقنا هي خلود في حلقتنا النهاردة. أما المشترك الثاني فهنودعه يا قيس في آخر أعطوني. بس كنت عاوز أقول لخلود كلمة بس. تفضل. دائما تقولوا إنه تخرج غارد السرب، كسرتي حاجز الخوف. كل هذا الكلام ممكن هناك صورة خاطئة عن السيدة السعودية خارج السعودية. هناك سيدات في السعودية لهن أدوار رائدة في مجالات عديدة وكثيرة وكبيرة. حرام أن أنه ما نعطي هؤلاء أيضا الحق. أنت صورة جيدة جدا عن المرأة السعودية، ولكن في السعودية نساء أيضا رائدات في مجالهم بالمجالهم. أكيد أكيد خلود. نحن لفتح بوابة أكبر، نحن لفتح بوابة أكبر أكيد، وهن رائدات ونحن بدنا كتير يمكن لنوصل لهم إن شاء الله. نحن لفتح بوابة أكبر. المايك ما تبتخدو؟ المايك معاك يا مونا مش مع خلود. ما إلي قلب أخده منه. بقول لكل المشاهدين ان دوركم في المرحله اللي جايه مهمه جدا. للمشترك اللي مش عايزينه يسيب حلمه ويمشي، لان في نهايه الحلقه في مشترك تاني غير خلود هيفارقنا ومش هيقدر يكمل. سالي، نحن وصلنا للمرحله الاخطر بهالحلقه، وهي ميشن اوف ذا ويك او مهمه الاسبوع اللي بيخضعوا لها المشتركين بمرافقه المنتور. هالمهمه علاماتها من 20 وهي اللي بتقلب النتيجه تماما. وهالأسبوع المشتركين زاروا مهرجان للأطعمة، ومهمتهم كانت يحصلوا على تفاصيل منوعة حول الموضوع. خلينا نشوف شو صار معهم ومين راح يحصل على أعلى علامة. اليوم الموضوع عن الطعام، فكرة جديدة جايبينها من أوروبا. يمكن يجتمعوا أهل المنطقة وبيسوقوا اللي عندهم من طعام. نحن اليوم بدنا نعمل كل واحد منكم تقرير، عرفونا شوي بهالفعالية. يوم جديد ومهرجان جديد هنا فاست فود للأكل بس، فخلينا نشوف المنظمين هيقولوا لنا إيه. حملناه ولا لنجمع الناس اللي عن جد بيحبوا بطنهم. إذا صادفت أكلة ولقيت فيها شعرة أو صرصور أو شيء، شو تصرفك؟ شو ردت فعلك؟ بحسب ما أكلت سوق بيرفع دعوة أكيد. هاي مثل ما شايفين موز فيتنامي مقلي. هلا الفكرة غريبة، من وين اجت هاي الفكرة؟ دقنا هيدي الأكلة بفيتنام عند ويلاند. تهاني طولت، خبريني شو عندك اليوم؟ عم بحضر آيس كريم على لبنة. يعني أنتي متجهة للصحي أكثر. كثير حلو دانيا، أخذت موضوع العلاقة الصحية ما بين الحلو والطعام والتجارة. قول لي إيه أكثر حاجة وأحلى حاجة لفتت نظرك النهاردة في المكان؟ بغض النظر ان انت كنت جاي تاكل. في حدا من اصحابي كنت صاحبتي كنت متخانق معاها، شفتها اليوم انه خلص في اكل خلص نتصالح. فعلا يا جماعه ناس فرحانه انها تجمعت مش بس عشان تاكل، عشان تشوف بعض. لميس كانت قويه. حدا عنده اعتراض؟ لفت لي نظري انه صبيه هي اللي عم تعمل الميوزك على عكس العاده. واذا هلا طفيت الميوزك شو بيصير بالجو؟ بخفف الجو. بعدين هذه الموسيقى بتخلي العالم ينبسطوا اكثر ويضلوا اكثر بمحل. تحديدا ساندرا اقواهم بالتغطيه. شو حابه تقولي للمشاهد اللي قاعد يشوفك وملان وزهقان في البيت؟ حابه اقول له انه الاكل هو بارت من حضاره البلاد. جرب اطيب واشهى الماكولات
ومنتظرينك، يلا تعال. فاجأني هالمرة والله، حط علي علامة. مرحبا مدام. مرحبا. لفتني وجودها هنا بعيد كليا عن هدف الربح. أكيد الاجتماع والاختلاط الشعبي، مبسوطين عم نطبخ عم نطعمي غيرنا. كثير رائع خلود. أنا اليوم وأنا عم بلف لقيت زائر جاي من بريطانيا اسمه جيرد، حبيت أسأله ليش اختار أنه بهاليوم يجي على هالفعالية ويحضرها. شد متحسنة مروة فلويدا. لاحظتوا أنا وإن شاء الله تلاحظوا كلاتكم معي إنه 11 واحد كلهم تقدموا، فبتمنى دائما يكون في تقدم عند المشتركين. شكرا ليكم، هم دول الشباب، هم دول فعلا صناع المستقبل، خليكم معانا. دي كانت مهمة الأسبوع، ودلوقتي خلينا نشوف الدرجات اللي اداها المنتور أو الموجه للمشتركين. مين فيهم كان ناجح في أسئلته بالتالي هيتفوق ويحصل على علامات عالية، ومين أسئلته كانت أضعف؟ سالي لو سمحتي. تفضلي. وجه الأستاذ مأمون، دكتور مأمون، سؤال إذا عنا اعتراض. ما حدا منا كلنا بيعترض أو بيختلف على نقطة أساسية، هو إنه الدكتور مأمون هو قائم بهالبرنامج وهو مرافق لهالمشتركين كل الأسبوع، بيعطي خبرته الكبيرة، بيتعب معهم أكثر من أي واحد منا. نحن اللي بنجي آخر الأسبوع، ونحن منعتز انه يكون يعني اللجنة المشرفة على البرنامج. نحن كان عنا اعتراض الأسبوع الماضي، او فينا احكي عني شخصيا، انه ثلاثة نحن كمان بيضموا صوتهم لإلي، انه ودعنا اجمل ابتسامة وشخص نوبل وكنا منحب يكفي معنا للآخر، هو باسم طبانة، منوجه له تحية كبيرة، لأنه تواجدوا ثلاثة كتير قوية بالآخر. بقى أنا بس بتحين الفرصة لوجه تحية لباسم، ولوجه تحية لمحمد رفعت كمان. شكرا منى. وزي ما توني قال من شوية إن دلوقتي كل ما حد من المشتركين بيمشي بتبقوا زعلانين، وكلنا بنبقى زعلانين، لأن فعلا المستوى ما بينهم بقى قريب جدا. صراحة مشكلة عندنا دلوقتي، عندنا مقدمين كتير جدا مش بس اللي هياخد اللقب. صح. واكيد دلوقتي هنشوف مع بعض الدرجات اللي اداها استاذ مأمون او المنتور او الموجه للمشتركين، يا ترى مين فيهم اللي درجاته هتكون عاليه. ده اللي هيبان من الدرجات اللي هنشوفها دلوقتي. مثل ما شايفين، كوثر بودراجة، لميس سلامه، محمد جنابي، ممدوح الشناوي، 20 درجه اعلى اربع علامات. كوثر مش مصدقه نفسها. فاذا مثل ما شايفين، الأربع مشتركين حصلوا على أعلى علامات بهمة الأسبوع. هاي العلامة رح تنضاف على العلامات اللي سبق وأعطتها لجنة التحكيم للمشتركين، وأكيد هون كل المعادلة رح تتغير. خلينا نشوف كيف رح تصير العلامات النهائية من عالمية. هنشوف دلوقتي علامات كوثر بودراجة ومروة شهاب، أنتوا اللي هتخوضوا اللحظة الذهبية، مبروك، ألف مبروك. أما دانيا زرزر، سوسن سعد، ولميس سلامة، انتوا اللي هتتعرضوا للزابينج. ثلاثة من احسن المشتركين معانا، ربنا معاكم. مشاهدينا بتوجه بكلامي لكم وبقولكم كل واحد من المشتركين الثلاثة ناطر المساعدة والتصويت منكم، تصويت منكم لحتى يكمل طريقه معنا. ما تتأخروا وصوتوا لهم على الأرقام اللي عم تشوفوها قدامكم على الشاشة، وما تنسوا وحدكم تملكوا القرار الأخير. وهلا بنستقبل للمرة الثالثة والأخيرة على مسرح مذيع العرب مادلين مطر. جزء في حلقتنا النهاردة، وهي اللحظة الذهبية. الأسبوع اللي فات دانيا قدرت تحصل على الميكروفون الذهبي. المنافسة الأسبوع ده هتكون ما بين مروة من المغرب وكوثر بودراجة من المغرب. يا ترى مين فيهم اللي هتقدر تقنع الإعلامي القدير مفيد فوزي إنه يديلها الميكروفون الذهبي، وبالتالي هتكون محظوظة إنها تقعد معاه بعد الحلقة تستفيد من خبرته الكبيرة جدا الإعلامية. ده اللي هنعرفه بعد ما كوثر ومروة يسألوا كل واحدة فيهم سؤالين لأستاذ مفيد. تفضلوا ابدأوا بالأسئلة.
استاذ مفيد، اول شيء بحب رحب فيك معنا واقول لك انه وجهك كثير حلو علينا احنا بنات المغرب، اول مره نوصل لهون ففعل الخير علينا. سؤالي الاول هو، حضرتك عشت وعشرت ناس من الزمن الجميل وحاورت رؤساء ووزراء، شو استفدت منهم، شو تعلمت، وكيف اعطيني حتى ولو نقطتين اهم الاشياء اللي تعلمتها منهم واللي احنا بنحتاجها في الزمن اليوم. بترجاكي حددي السؤال. طيب ده السؤال ده كتاب. طيب فمن فضلك نقطة فمن بس فمن فضلك في الحوار حددي السؤال. ايه اللي عايزة تقوليه؟ طيب انا عايزة تفضلي. مش دي راسك. تفضلي. انا بس عايزة اقول لك اعطيني بس شيء واحد تعلمته وغايب عنا، تعلمته من الزمن القديم وغايب عنا احنا هلا كاعلاميين في هالزمن. اتعلمت الكبرياء والاستغناء. شكرا. أكرر الترحيب بك أستاذ مفيد، وسؤالي سوف يكون حول إشكالية يمر بها الوطن العربي، ألا وهي عدم تفهمنا للهجات بعضنا البعض، فهل الحل اليوم هو اللجوء إلى لغة عربية فصحى؟ لا يمكن، لأن لكل بلد لغة ولهجات. الأخطر من هذا أنه في العالم العربي يكاد يكون هناك انفصال شبكي ثقافي. فمثلا في بلدك المغرب محمد ديب العظيم لا يعرفه السودانيون، والطيب الصالح غير معروف في تونس، والمسعدي في تونس غير معروف في مصر. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هناك انفصال شبكي حقيقي في الثقافات. لكن أنت كمذيعة بتسأليني، خليني أمتدح التاتو اللي في رجلك أيضا. سؤالي الثاني لك أستاذ مفيد، للإعلامي الناجح شو أهم أنه يكون؟ قلتي للإعلامي الناجح. نعم. شو الأهم، أنه يكون متكلم أو مستدرج ناجح أو مصغي؟ الثلاثة. لازم أصغي النسبات. لازم أصغي عشان أفهم. أستدرج بالذكاء. المرجعية توني خليفة أعظم مستدرج على وجه الأرض فعلا. كمان لازم البساطة، يعني البساطة، لأنه الإصغاء، خدي بالك من الحكاية دي وحطيها في حلق في ودنك، الإصغاء محرض جيد على البوح. وليها ورايا الإصغاء محرض جيد على البوح. يعني إيه؟ يعني الإصغاء بيخلي الناس تبوح، يعني لما تسمع إذا ما سمعتهم منيح ما رح تعرف تستدرجهم، ما رح يبوحوا لك. تمام. سعادتك من مدرسة المذيع المثقف الغيور على الثقافة العربية الذي ينعش ثقافته كل يوم والذي يهتم بكل التفاصيل التي تدور حوله وبكل الأخبار، ما رأي سعادتك في ليه سعادتك؟ احترام. ما رأيك؟ لا احترام. يلا سعادتك مش حلوة. احترام. الناس اللي بتشوفنا تقول ايه؟ بتقول له سعادتك ليه؟ ما تقول له ما رأيك خلاص. ما اقدرش. مش هتطلع معي. لا 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 تطلع قوليها. ما رأيك؟ ما رأيك؟ ايوة تفضلي. ما رأيك في البرامج التي نشاهدها اليوم في المشهد الإعلامي والتي تحقق أعلى نسب مشاهدة، مع العلم أنها تستهتر بعقل المشاهد، هل هذه برامج ناجحة؟ إنها تصب يا سيدتي في شيء اسمه الإعلان. المشكلة أن اليوم كل المحاولات لبعض الإعلاميين هو فرقعات ساذجة تبدأ من العفاريت وتنتهي للإغماءات المفتعلة. كل هذا يزيد نسبة المشاهدين، لأننا دربنا المشاهدين على هذا الأسلوب، وما لم نتغير في الأسلوب سوف يظل هذا النوع حاكما حياتنا.
لازم أقول لك إنه البرامج الثقافية في الباي باي، والفكر سلم لي على المترو. تعرف يعني سلم لي على المترو؟ عمرك ما سمعتيها أبدا؟ بس أنا سمعتها دلوقتي. تعرفيش يعني إيه سلم لي على المترو؟ تفضلي. خلاص شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا للمشتركين. أستاذ مفيد، حضرتك دلوقتي يا ريت تختار أي مشتركة فيهم قبل ما تختار. توني تفضل. بس قبل ما يختار ويدي الميكروفون ده بيعاوز بس نقطتين. تفضل. أول نقطة، أنا بتمنى تمني على إدارة البرنامج إنه أستاذ مفيد فوزي هو يكون ضيف الحلقة الأخيرة معنا. يا ريت. يا ريت. ده تمني. اثنين، تأكدت الليلة تماما أنه من يقول لي أنه أسلوبك يشبه أسلوب أستاذ مفيد فوزي أنه على حق، والدليل أنه في الحلقة الأولى عندما ظهرت كوثر كنت أول من سألها عن التاتو في قدمها. شكرا توني، بنتمنى ان اداره البرنامج تسمعوا. يا ريت يعني يا ريت استاذ مفيد يبقى معانا بقيه الحلقات كلها. يا ريت استاذ مفيد. نعم. اي من المشتركتين قدرت ان هي تقنعك اكتر بان انت تدي لها الميكروفون الذهبي؟ افتكر هنا في دماغ بتفكر، فادوني 10 ثواني. انا عايز اقول لكم. اتفضل يا فندم. اتخذت قراري. اتفضل، الميكروفون جنبك. انا اختار مذيعه مثقفه واعيه بالدنيا، لان هذا هو النمط الذي احتاجه في الزمن القادم. اختار مذيعه تملك الأسلوب والتفرد وتعطيني احتراما لما تقول. مبروك كوثر، يا بختك. أستاذ مفيد، شكرا. يا ريت تدي لها الميكروفون الذهبي اللي جنب حضرتك. كوثر بتعيط، حقك يا كوثر. شكرا جزيلا. ألف مبروك. شكرا أستاذ مفيد. ودلوقتي وصلنا لأخطر مرحلة في الحلقة، وهي مرحلة الزابينج. قايس معاه ثلاثة من المشتركين اللي وصلوا للزابينج، وأكيد هما من أحسن المشتركين، لأن كل المشتركين اللي وصلوا للمرحلة اللي احنا فيها مشتركين ممتازين وكويسين جدا. يا ترى إيه الأخبار عند قايس؟ قايس مروة وكوثر، بليز ممكن تنزلوا؟ مبروك كوثر، ويا بختك يا مروة، برضو عملتي انترفيو مع أستاذ كبير مفيد فوزي. ودلوقتي هنروح عند قايس. يا قايس ايه الاخبار عندك؟ سالي، بالزابينج مثل ما صرنا نعرف كل اعضاء لجنه التحكيم في بايدهم ريموت كنترول. لما بيزقوا من المشترك اللي عم يحكي بيعملوا له زابينج. قديش كل مشترك من المشتركين اللي جابوا اضعف درجات رح يقدر يضاين قبل ما لجنه التحكيم تعمل له زابينج؟ هلا بنعرف. المشتركين اللي معنا بحلقه الليله هنن سوسن سعد من مصر، دانيا زرزر من سوريا، لميس سلامة من مصر. ومنبتدي مع سوسن سعد. قبل ما أقول الخبر رح يطلع لي على الشاشة، في عتب بنت تلميذة اللي هي أنا لأستاذها مأمون، دكتور مأمون. عتب هو علمني إياه، هو قال لي لو عندك شيء بقلبك خبريني إياه. أنا حسيت أني أنا ظلمت، لأنه لما غير من المشتركين ينعطاله الحق أنه يغير سؤاله ليصبح قوي عشان يتاخد على الكاميرا وينحط بالتقرير، وأسئلتي أنا لما يتاخد أقل سؤال منها وينحط بالتقرير وينحط العلامة على أساسه أشعر بالظلم. إذا كنت أنا على خطأ صوبوني، أنا بحتاج سوسن. سوسن لازم تلتزمي. نبدأ بالخبر. حبيت أوضح هذا الشيء اللي بقلبي وحكيته على الكاميرا، وهو عتب من تلميذة لأستاذها. نتمنى دراسة تؤكد
أنا مش شايف الخبر. شو؟ دراسة تؤكد النميمة تجعل النساء أكثر صحة وسعادة. إحنا النساء عندنا عادة وهي النميمة، نتكلم على بعضنا البعض، أن نأكل بلحم بعضنا البعض، ولكن هذا الخبر غير صحيح بالمرة، لأن ليست كل ما تقوله النساء صحيح عن بعضهن البعض. هذه عادة تناقلت بين الشعوب وخصوصا العربية، لأن هذه العادة أصبحت متوارثة عبر الأجيال بالصبحية أو بقهوة أو حتى أوكي. اليوم حلقتنا مخصصة عن صبحية النسوان. نحن رح نحكي اليوم عن النميمة بصبحية النسوان، اللي هي أكتر شيء البنات والنسوان كلياتهم بشكل عام بيعشقوه، وأكتر شيء عندهم بتحسوه طالع غريزي. كتير منحب نجتمع ونقعد نحكي شو لبست هي وشو عملت هي وشو ساوت هي، وهي الشغلة بتسبب لنا سعادة الصراحة. عنا دراسة عم تقول إنه النميمة بتجعل النساء أكثر صحة وسعادة. هالشي بظن أنا راجع لموضوع إنه الواحد وقت بيكون عم يحكي وبيفرغ يعني بالحكي، وقت أنت بتفش قلبك او بتحكي شيء هيك لرفقاتك لاهلك لكذا، بتحس انه هم ونزاح عن صدرك، فبالتالي بترجع بتستعيد طاقتك الايجابيه. بس في يعني اوقات معينه مو كل الناس بتسمع لك، وقت بتروح بتقعد مع اصحابك بقهوه بكذا، اذا عم نحكي على البنات هذا الشيء معروف انه الشيء المفضل عندهم الجاسبينج او النميمه، وكثير بينعمل على الموضوع برامج اذا كانت مصريه احيانا سوريه، مسلسلاتنا على طول موجود فيها هذا الموضوع. أكثر مسعد مشاهدينا، وصلنا دلوقتي لفقرة الأخبار الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي، والخبر النهاردة اللي نال أكثر التعليقات هو دراسة تؤكد أن النميمة تجعل النساء أكثر صحة وسعادة. الحقيقة اللي قال الخبر ده النهاردة ما كذبش، لأنه فعلا ما فيش قعدة ستات بتخلو من النميمة. يعني مستحيل أنك تروح مكان وتلاقي ستات ما بينموش، يقعدوا يقولوا أنه البنت دي بتعمل والبنت دي بتعمل، في النهاية يقولوا مش عايزين نتكلم على حد. ولكن النهاردة مواقع التواصل الاجتماعي أو رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرروا أن هم يتناولوا الخبر ده للحد من هذا الموضوع والحد من النميمة اللي يمكن انتشرت جدا ما بين الستات وملهاش حل، ويمكن أكتر خبر. شكرا للمشركين الثلاثة سوسن ودانيا ولميس، بطلب منكم تتفضلوا على المسرح. ودلوقتي هنعرف مين في الثلاث مشتركين سوسن دانيا ولا لميس اللي قدر يقعد فترة أطول قدام لجنة التحكيم، وأكيد هو اللي هيكون في أمان. سالي، بهاللحظة توقف تصويت الجمهور، واحد من الثلاثة رح يغادر البرنامج نهائياً. درجات المشتركين اللي هنشوفها دلوقتي هي مجموع الوقت اللي قدر يستمر فيه كل مشترك قدام كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم لغاية ما تعمل له زابينج أو اتقفل الإرسال ما بينهم وبين اللجنة. أما الاثنين الباقيين فواحد منهم رح يخلصوا الجمهور، والتاني للأسف بيوقف مشواره نهائيا. دانيا ممكن تقفي في النص عشان نبقى الوقفة صح؟ تفضلي. النتيجة هتبان دلوقتي، وهنشوف مين فيهم اللي قدرت تقعد مدة أطول قدام لجنة التحكيم وتستمر في الكلام، وده معناه أن لجنة التحكيم كانت مبسوطة من كلامها ومقتنعة بيه. الدرجات هتبان دلوقتي، وأكيد المشتركة دي هي اللي هتكون في أمان. نحن بانتظار تظهر نتيجة زابينج، مين أكثر حدا من المشتركات الثلاثة قدر يضاين قبل ما اللجنة تكبس على الريموت تعمل له زابينج. النتائج رح تبلش تطلع. دانيا سرسر من سوريا، ألف مبروك.
ألف مبروك دانيا. شعر يا روح. مبروك لدانيا. منى تفضلي. أنا بدي أقول لدانيا، دانيا 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 اسمعي اسمعي منى أبو حمزة. أنا بدي أقول لدانيا أنه عندها ذكاء وعندها دراية بعلم النفس بالفطرة وعندها خفة دم بتخلصها من أي موقف. ثانك يو، شكرا كثير، شهادة بعتز فيها. شكرا. بفكركم إن أول مرة دانيا طلعت فيها طلعت ما بتحضرش، غالبا دانيا ما بتطلعش محضرة ودايما معتمدة على إن هي ترتجل على المسرح وقدامكم، ما بتحبش تحضر لأي موضوع خالص. حتى حللته نفسيا، يعني حللت الموضوع بالزبط. نفسيا للخبر بالضبط. وهلا باقي معنا مشتركتين، لميس سلامة وسوسن سعد. لا شك إنه المستويات عند المشتركين متقاربة وكل واحد راح يفل بهالمرحلة هو عنصر جيد، بس بالنهاية هيك شروط اللعبة، في رابح واحد فقط. مين راح يغادرنا ومين راح يرجع للمسابقة؟ هذا اللي رح نعرفه بعد شوي من خلال تصويت الجمهور. قايس، أكيد زي ما أنت قلت القرار هنا للجمهور، الجمهور صوت طول الحلقة وأكيد طول الأسبوع اللي فات، والقرار دلوقتي والنتيجة اللي هنشوفها هو قراركم أنتم، أنتم اللي أنقذتم المشتركة سواء كانت سوسن أو لميس من إن هي تسيبنا في الحلقة الخامسة والمباشرة من مذيع العرب. يا ترى مين فيهم اللي هتمشي مش هتقدر تكمل مشوارها؟ ده اللي هنعرفه من الصوره اللي هنشوفها دلوقتي. ولا شك سالي انه الكل استفاد من الخبره اللي عاشوها على هالمسرح، وبالتالي بعد ما يطغوا صفحه هذا البرنامج رح يكون في قدامهم حياه جديده ومستقبل زاهر ممكن يعملوا فيه اللي هن حابين، وان اوريدي هلا صاروا ناس معروفين وفي لهم متابعين وفانز على صفحات التواصل الاجتماعي. وبيتهيألي دلوقتي بقى عندهم خبرة في يعني مختلف أنواع البرامج لأنه عدوا بتحديات كتير وأنواع كتير من البرامج. يا ترى مين فيهم اللي هيكمل معانا؟ ده اللي هنعرفه من الصورة اللي هتظهر دلوقتي. نحن بانتظار تظهر صورة المشتركة اللي حصلت على أعلى درجات أو أعلى نسبة تصويت. الصورة بدأت تظهر، هل هي سوسن أم لميس؟ سوسن لميس يبدو انها سوسن. سوسن سوسن سعد 55%. الف مبروك. لا يا لميس، انا لا يا لميس، انا مبسوطه. لا انا مبسوطه للاسف. الف مبروك لسوسن لميس، دي مش نهايه المشوار ولسه قدامك كتير. عديتي بمراحل كتير في البرنامج وعدتي مرحله البرنامج النهارده بالذات، يعني خصوصا النهارده لان النهارده كان يوم مهم جدا في برنامج مذيع العرب والمقالب اللي عدت بيكم وقدرتي تتخطيها. الحمد لله. بنشكرك جدا وحاطه سعيد في حياتك بقى، عايزين نشوفك مذيعه كبيره ان شاء الله. انا كنت حاسه على فكره ان انا هخرج النهارده وقلت لهم، يمكن عشان بنتي عيانه وكان نفسي اروح اشوفها الحقيقه، وكنت شايله همها النهارده طول اليوم، بس مش زعلانة على الإطلاق، أنا خدت فرصتي تماماً. أنا كنت جاية هنا مراسلة، نفسي بس أقول للناس إن أنا عندي حاجة نفسي أقدمها، لأنه ما حدش إداني فرصة في بلدي نهائي واعتبروني طول الوقت مراسلة، ما ينفعش إن أنا أخد خطوة تانية، فأنا خدتها على مسرح مذيع العرب وأعتقد إن أنا هكملها من هنا، ومتأكدة متأكدة إنه أنا اللي كان نفسي أوصله وصل الحمد لله. ويكفي إن أنا بقى في ناس بتكلمني كل يوم وتقول لي بنحبك، اعتقد ان ده بالنسبه لي احسن من 100 لقب ان انا قدرت اوصل للناس اللي انا كان نفسي اوصل لهم. لميس انت متمكنه، انت متمكنه، ذكيه، سريعه البديهه، قبضايه وقد المهمه، ولازم يكون في برنامج ناطرك هلا برا. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. لميس هتضطري تسلمي الميكروفون الفاضي لخليكي تكملي معانا لغايه دلوقتي في برنامج مذيع العرب. مشاهدينا، مع هي النتيجه بيكون باقي معنا 9 مشتركين بانتظار تحديات وصعوبات جديده الاسبوع المقبل. وما تنسوا تصويتكم يبتدي من جديد من هاللحظه. ادعموا المفضلين عندكم من المشتركين لحتى يقدروا يوصلوا لخط النهائي. عدد المشتركين بيقل حلقة بعد حلقة، وقربنا نعرف مين اللي هيقدر يفوز بلقب مذيع العرب. بشكر كل الموجودين، بشكركم مشاهدينا في كل مكان، بشكر أجدع لجنة التحكيم وأكيد أستاذ مفيد فوزي. أستاذ مفيد فوزي نورتنا، بنشكرك على وجودك معانا.
بجد نورت حلقتنا من برنامج مذيع العرب ومن احلى الحلقات، وبقول لكل المشاهدين تصبحوا على الف خير. تصبحوا على الف خير.